مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. أيام السنة خلاص كلها جريت ووصلنا للأسبوع الأخير من عام 2014. عايز أقول لحضراتكم برنامج مساء الخير بدأ أول يوم، وشرفت بأن أنا أكون مع حضراتكم في يوم الأحد 16 في فبراير 2014. السنة خلصت وادي أول سنة خلصت. أنا بشكر حضراتكم أنكم تحملتوني هذا العام، بس عايز أقول لكم كان في ميثاق شرف أنا وضعته مع زملائي في برنامج مساء الخير، إن إحنا طالعين فعلا للناس، نسمع مشاكلهم، نسمع شكاويهم، وننزل لهم بكاميرات البرنامج، نروح في كل حتة في مصر عشان ننقل صوتك للمسؤول، وأجيب المسؤول هنا وأخليك تتواصل معاه مباشرة. إلى حد كبير أنجزنا ما وعدنا به. في هذا البرنامج لم نستضف الخبراء اياهم اللي حضراتكم عارفينها، في هذا البرنامج لم نسعى لان احنا نعمل دجل او جدل سياسي زي اللي شبعنا منه في الثلاث سنين اللي فاتوا، انتصرنا في هذا البرنامج للعلم وللعلماء وللمعرفه وللتنوير، وناقشنا مع حضراتكم قضايا تتعلق بالتعليم والصحه والاسكان، ما خليناش قضيه او مكان في مصر الا لما رحناه. علشان كده في حلقات هذا الاسبوع النهاردة وبكرة وبعده هعرض لحضراتكم على سبيل المثال جزء يومي من البرنامج، هعرض عينة من التحيات اللي عرضناها على مدار العام. احنا هنبدأ معاكم عام تاني بإذن الله تعالى في الأسبوع الأول من يناير 2015، وإن شاء الله هنستمر على هذا العهد والوعد معكم. التمسوا لينا العذر لو كنا قصرنا، لكن إن شاء الله هنكون عند حسن ظنكم في العام الجديد. خلوني ايضا، وده حق ادارة قنوات سي بي سي عليا ان انا اشكرها، انها فتحت لي هذه الفرصة ان انا اكون مع حضراتكم يوميا طوال عام 2014 وخلال عام 2015، موجودين معاكم السبت والاحد والاثنين من 10 مساء لواحدة صباح. الفقرة الطبية مستمرة، نزول الكاميرات بس هتكون مفاجأة. يا رب الخير لمصر في عام 2015، تفائلوا ان شاء الله اللي جاي افضل. النهاردة عندنا ايه؟ عايز اقول لحضراتكم هنبدأ بعرض تحقيقات من المحافظات، من مختلف محافظات مصر. احنا زرنا الفيوم، زرنا اسكندرية، الوادي الجديد، دمياط، الغربية، المنوفية، عاملين حلقة كده مجمعة نعرض فيها عدد من هذه التحقيقات. ايضا هيشرفني صديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير والروائي المبدع الاستاذ جمال الغيطاني، واعدكم بحوار خارج السياق، هتسمعوا منه كلام لم يقله من ذي قبل، لان ده عهدي معاه دائما هو الصراحه. والراجل ده دغري بيقول للاعور انت اعور في عينه، على الله بس ربنا يعديه على خير. الفقره اللي هنلتقي فيها بضيف الكريم استاذنا جمال الغيطاني. ايضا هتشرفني في الفقره الطبيه اليوميه دكتوره منى الشيخ، استاذ طب النفسي بجامعه عين شمس، هتكلم معاها عن حاجه اسمها يا اخوانا صعوبات التعلم اللي بتقابل اولادنا في المدارس، اسبابها ومشاكلها. عايزين نبدا عام ميلادي جديد، يا رب الخير لمصر جيشا وشعبا ونيلا، وحفظ الله مصر من كل سوء. ويلا نبدا اولى فقرات البرنامج. جمال الغيطاني كاتب وروائي وصحفي شهير، وهو أديب يصيغ أعماله بمذاق مصري خاص، تتلمذ على يد أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، وبسبب آراءه الحادة خاض عدد كبير من المعارك الأدبية والسياسية. ولد الغيطاني عام 1945 بمحافظة سوهاج، وأتم تعليمه بالجمالية والعباسية بقلب القاهرة حتى تخرج من مدرسة الفنون والصنائع بالعباسية، ومنها عمل رساما في المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي قبل اعتقاله لمدة شهور في أكتوبر عام 1966 لانتمائه لتنظيم شيوعي.
قبل أن يطلق سراحه ليعمل سكرتيراً للجمعية التعاونية المصرية لصناع وفناني خان الخليلي حتى عام 1969، وهو العام الذي قرر فيه صنع أكبر تغيير في حياته بالعمل في المجال الصحفي. رشحه الكاتب الصحفي الكبير موسى صبري للعمل كمراسل حربي لمؤسسة أخبار اليوم على جبهة الحرب التي عاد منها عقب نصر السادس من أكتوبر، لينتقل إلى قسم التحقيقات الصحفية ويرقى لرئاسة القسم الأدبي، متوجا رحلته برئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب في صدورها الأول عام 1993. وعلى الصعيد الأدبي قدم الغيطاني حصادا كبيرا من مجموعات من القصص والروايات، أشهرها أوراق شاب عاش منذ 1000 عام وتجليات والزيني بركات، بخلاف مؤلفاته الأدبية والتاريخية والتي نال عنها تكريما واسعا سواء على المستوى المصري أو العربي أو الدولي، أهمها جائزة الدولة التقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ووسام الاستحقاق الفرنسي، والتي ترجمت مؤلفاته إلى أكثر من لغة. بصراحة من ضيوفي في بعض الضيوف كده صعب ان انت تقدم لهم مقدمة كبيرة، يكفي انك تقول اسم الضيف زي ضيف النهاردة هو جمال الغيطاني. حاجة اقول لك، المثقف العربي الكبير الكاتب القدير انا شايف هذه اوصاف يعني تحتاج ان نعرف بها من نجهله، لكن عندما نتحدث مع جمال الغيطاني نقول له اهلا بيك عمنا، اهلا بيك كاتبنا الكبير استاذ جمال. يا اهلا استاذ محمد، فرصة سعيدة. الله يخليك، كل سنة وانت طيب. اولا طيب. انت الان على مشارف ال70 يعني في العام الجديد سأكمل 70 في 9 مايو. متعك الله بالصحة والعافية. وانت في عامك 70 راضي بنسبة كم في المية عن اللي فات من عمرك؟ يعني بنسبة بدون مبالغة 200%. يا الله. في حد عايش في الزمن ده راضي بنسبة 200% على اللي فات؟ يعني ده اتصورت هتقول 50%. لا 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 لا، بالعكس، انا لما بتامل مشوار طويل ليه خصوصيه شديده يعني في التكوين، لو قدر ان يعود الزمن ساسلك نفس بخطواتها بنفس الخطوات، هتعلم سجاد، هكون من المتخصصين فيه، هختار المواقف السياسيه اللي انا خدتها، هو موقف اساسي يعني الانحياز للأغلبية الفقيرة للضعفاء، وهو لم يتغير منذ ما قبل الاعتقال حتى الآن. يمكن كنت هقلل من الصحافة شوية لمصلحة الأدب، لكن نحن لا نملك طرف ان احنا نكون متفرجين ككتاب. يعني مرت بلادنا بظروف كان لابد من المشاركة فيها، يعني بعد 67 مثلا أنا انتقلت للعمل في الصحافة في أخبار اليوم. طيب البلد كانت بتخوض حرب الاستنزاف، ما كانش ممكن أقعد أعمل تحقيقات وأكتب أخبار عادية أو حتى موضوعات أدبية، فأنا اللي اخترت العمل في الجبهة. وكان في صحفي عظيم من اعظم اللي انا اشتغلت معاهم اسمه موسى صبري. نعم. الله يرحمه رحمه واسعه. هذا الرجل هو اللي خد قرار ان انا ابقى محرر عسكري في الجبهه، لكن انا كنت سافرت وكتبت مقال عجب الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت، اسمه المقاتل المصري كما رايته على خط النهار. ده اللي انا عرفته من الاستاذ فايق بعد كده. استاذ محمد فايق ربنا يديله الصحه. فهو قال مين ده؟ قالوا له ده كاتب يعني جديد وطالع، وقال دي الكتابه اللي احنا عايزينها. منها موسى صبري ابدا يديك المساحات. هو الحقيقه كان ليه الفضل في الاول ان انا اشتغل الاستاذ محمود امين العالم اللي دخلني اخبار اليوم. نعم. رئيس مجلس الاداره في هذا الوقت. كان رئيس مجلس الاداره بس اخصي وجه الاستاذ موسى صبري كان راح الجمهوريه. ولما جه انا كنت بشتغل في قسم اسمه معلومات،
مع زميل صحفي توفاه الله. ده بداية حضرتك كان قسم المعلومات في المعلومات حاجة زي الارشيف كده. الارشيف بس انا يعني انا مسؤول عن تصحيح المعلومات التي ترد في اخبار اليوم. وكنت سعيد جدا ليه بروح الساعة 3 وامشي الساعة 6 مع طبع الجرنان. اروح بقى اكمل في الفيشاوي مع عمل دونقل والابنودي وكل ابناء جيل الستينات. فلما جه الاستاذ مصطبر قال لي طلبني فروحت قال لي انت بتعمل ايه في المعلومات؟ قلت له بشتغل. قال لي لا انت كاتب موهوب لازم نستفيد منك. واخد بال حضرتك بس ما ادكش الكتابه يعني حضرتك رحت رايح لمنحة الكتابه الادبيه. لا انا هقول لك بقى يعني انا لم اجد جمال الغيطاني كاتبا منذ 20 عاما او من 6 اشهر العمود من 6 اشهر بعد 50 سنة ما يقرب من 50 سنة بدأت أخبار اليوم تعاملني كأديب. أنا نشرت رواية في صفحة في أخبار اليوم الأسبوعية كمسلسل على 20 أسبوع والآن أنا أكتب تجليات أدبية أسبوعيا في أخبار اليوم لكن أنا دخلت الصحافة. أنا ما دخلتش الصحافة زي الأستاذ نجيب. الاستاذ نجيب والاستاذ توفيق الحكيم كان في عملاق في مصر اسمه محمد حسنين هيكل فاهم. فلدرجه انه لما عرض على الاستاذ توفيق الحكيم انه يروح الاهرام قال له انا مش عايز منك حاجه. تيجي تقعد وتشرب قهوتك وتقابل اصحابك. و الاستاذ توفيق الحكيم كان يديله 100 جنيه في الشهر تقريبا. لا ما انا هقول لحضرتك قال له 100 جنيه و1000 جنيه على العمل الادبي. فالاستاذ توفيق حكى لي بعد كده انا كتبت مذكراته على فكره. فقال لي لما لقيت نفسي بدخل وبطلع والناس تبص لي ايه اللي بياخد خد بالك 100 جنيه ده كان رقم بعض. يعني بالظبط عشان اقربها للمشاهد دلوقتي 100,000 جنيه 100 جنيه كانت تفتح بيت. فقال لي بقيت محرج اروح وما اكتبش. فبدا يكتب وبعدين هو كان يعني راجل بيحب الفلوس فابتدى ينشر اعمال ادبيه. مين بقى اللي اعتذر عن العرض ده؟ الاستاذ هيكل كان يسعى انه يبقى الاهرام واجهه فيها اللي هو الطابق السادس اللي كان فيه كل العمالقه. الاستاذ نجيب محفوظ رفض. مش رفض هو عرض عليه 100 جنيه وال1000 جنيه في الروايه. 1000 جنيه يعني مليون دلوقتي. فالاستاذ نجيب راجل ملتزم جدا فقال له انا مرحب جدا بالعرض بس بعد ما اكمل الخدمه عشان المعاش يبقى كامل. فهو الاستاذ هيكل بيحكي الحكايه انا لغايه دلوقتي مستغرب بيقول ده قال لي عشان المهيه ما تنقصش. ما انا مديلك المعاش كله بس هو فكره التغيير عند نجيب محفوظ كانت صعبه. لكن الاستاذ هيكل نشر له اول روايه اللي هي عامله مشكله اولاد حارتنا. اولاد حارتنا نشر حلقات مسلسله في الاخبار. خليني اسال حضرتك على نظريه الثلاث خمسات اللي حضرتك كتبت عنها قلت فيها كده نصحت بيها كل واحد يحكم مصر بنظريه اسمها الثلاث خمسات فاكرها؟ فكرني حضرتك. دي كانت في احد المقالات حضرتك حددت فيها ان كل حاكم في مصر ايوه يقرا ثلاث كتب يزور يقرا خمس كتب يزور خمس اماكن وياكل خمس اكلات. يعني الهويه المصريه اولا القراءه مهم يعني مهمه جدا بالنسبه لاي رئيس يحكم مصر. الوحيد اللي كان قارئ كان يقرا جيدا جمال عبد الناصر يعني في حدود ما اعلم. هي الجمله دي بتقال على اتساعها لكن هل استطيع ان اصفه يعني ان هو كان قارئ مثقف ولا يعني كان بيقرا ايه يعني يقرا كتب يقرا تاريخ مصر؟ انا في وقائع محدده. اولا الذي جعله يفكر في الثوره توفيق الحكيم. نعم عوده الروح بالظبط روايه عوده قرأ عوده الروح وعندما قرأ الجمله اللي صدر بها الاستاذ توفيق الكتاب هناك عندما يصبح الكل في واحد. الجمله دي اصلا من مصر الفرعونيه. نعم. من الكتاب المقدس او احد الكتب المقدسه لمصر الفرعونيه الخروج الى النهار اللي هو بيسموه خطا كتاب الموتى. ده لازم اي رئيس يحكم مصر يقراه. الكتاب ده انا ساعيته الى تقديمه للقارئ من خلال اخبار الادب.
لما طلبت من الأستاذ شريف الصيفي المقيم في ألمانيا وهو متخصص في اللغة يترجمه من الهيروغليفي للعربي مباشرة. نعم. هو كان مترجم قبل كده من الفرنسي للعربي. نعم. الدكتورة زكية أبو زيادة. وكان مترجم لكن اللغة العامية اللي احنا بنتكلمها نصها مصري قديم. مصري قديم. فطبع هذا الكتاب في المصرية. تسميها لغة ولا تسميها لهجة؟ يعني العامية المصرية تستطيع ان تسميها لغة؟ لا. اعقد من لهجة شوية. اعقد من لهجة. يعني بين بين. يعني تراكيبها مختلفة. اصل خد بال حضرتك اللغة العربية طارئة على مصر وافدة وليست نابعة. فمصر بحكم موقعها اللي خلاها يعني ملطشة معلش للأسف. ولذلك يا استاذ محمد انا بقول ايه مصيبة المكان مش عبقرية المكان. نعم. لان ده ادى القطع. لكن عبقرية الشعر المصري لانه قديم وثقافته قوية كان يستوعب القادم يستوعب الوافد ويهضمه ولذلك لا تجد في مصر مناطق خاصة بجاليات. يعني اذا رحت حلب مثلا وانا دي مدينة من المدن اللي انا بحث عليها دلوقتي جدا مقسمة هنا الاكراد هنا التركمان هنا الاشوريين وبعدين العرب المسلمين المسيحيين. مصر لا تعرف ذلك. يعني على بعد 100 متر من الازهر يوجد اقدم مجمع قبطي في مصر كنيسة العذراء كنيسة الامير تدرس الشاطبي دير للراهبات للنساء وكنيسة اخرى كانت مقرا للبابا يعني كانت هي الكاتدرائية لغاية ما جت الحملة الفرنسية. ما فيش هنا عندك 16 سيناجوج معبد يهودي في القاهرة. نعم. موزعين على خريطة القاهرة من العباسية جنب مستشفى الطيران وفي الظاهر اشهرهم معبد عدلي اهمهم معبد بن عزرا اللي في الفسطاط. طب اسمح لي ارجع حضرتك للخمسه الخمس كتب. الخمس كتب اي حاكم يحكم مصر على مدار التاريخ الحالي او القادم لازم يقرا خمس كتب ياكل خمس اكلات يزور خمس اماكن. استاذنا الكبير جمال الغيطاني ينصح بيها اي حاكم اول مصر. اول كتاب على الاطلاق. نعم. سندباد مصر لحسين فوزي. نعم. وهذا الكتاب نشر في اوائل الستينات. نعم. في الاهرام مسلسلا ثم صدر عن دار المعارف. نعم. وهو كتاب مفتاح لتاريخ مصر. يعني هقول لحضرتك بصراحة انا ما فهمتش تركيبة الكنيسة القبطية المصرية الا من الكتاب ده من هذا الكتاب. هو جايب تاريخ مصر من خلال فصول ولحظات مهمة جدا في المسار. اللي عايز بقى يتوسع ينطلق من هذا الكتاب الفصل. يعني مثلا هو عامل فصل على الكنيسة القبطية خش بقى على كتب الأمة القبطية على نعم. كتاب على تاريخ الكنيسة لإريس حبيب المصري على كل الكتاب الثاني الكتاب الثاني تكوين مصر لمحمد شفيق غربال. هذا الكتاب عبارة عن أحاديث ألقيت في الإذاعة لما كانت الإذاعة بيتكلم فيها طه حسين وكبار المفكرين. هو عن تكوين مصر لكن النقطة المهمة فيه فكرة الانقطاع والاستمرارية. يعني أنت كنت فرعوني وبعدين جم الفرس وجم الرومان وجم العرب لكن استمرت في الجوهر بنفس الثقافة. نعم. عشان كده الخصوصية المصرية اللي هي في القلب بتحافظ على القديم. غيرت لسانك مرتين لكن انت مصري ما زالت مصر في جوهرها قديمة. طب الكتاب الثالث؟ الكتاب الثالث مقدمة عباس محمود العقاد لكتاب سعد زغلول سيرة وتحية الذي صدر في عام 1936. نعم. الكتاب ده حوالي 800 صفحة قطع كبير. فالعقاد في الجزء عشان يفهمك مين هو سعد ولا رأي ده اعظم زعيم في تاريخ مصر. خد بالك ده زعيم اللي عمله الشعب المصري. يعني راجل اللي يقود ثورة بعد سن الستين. الستين زمان يعني 90 دلوقتي. ما حدش يعني هو مات عنده 67 سنة. فكتب الطبيعة المصرية في اوهام الناس.
ودي كان أول كتابة علمية أدبية عن الشخصية المصرية بس. الـ 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 الفصل الثاني الطبيعة المصرية في حقيقتها. فهو إدى قاعدة للبحث عن الشخصية المصرية في هذا الكتاب. وبعدين بقى أتكلم على سعد بقى. طيب الكتاب الرابع؟ الكتاب الرابع مصر ورسالتها للدكتور حسين مؤنس. الكتاب الخامس شخصية مصر جمال حمدان. إذا تعذر قراءة كتاب شخصية مصر لأنه أربع مجلدات يجي حوالي أكثر من 2500 صفحة وهو كتاب فريد في نوعه لأنه يدرس مصر باللمسي يعني مش بالتنظير. ده راجل بيمسك المكان يعني. صلاح جاهين ليه قصيده جميله انا فاكر منها بيت يقول لك وملس على التضاريس الجيولوجيه. خلى كلمه جيولوجيا شعر في الشعر بالظبط. فجمال حمدان بيحول الجيولوجيا الى تاريخ والى فهم. طب استاذ جمال دول الخمس كتب الخمس اكلات الخمس أكلات. اكيد الكشري طبعا الكشري بصار الفول اولا خد بالك الفول ده حضاره يعني. جت فتره كان بعض الاخوه بيعايرونا بيه يقول لك بياكلوا فول. انت تعرف المراحل اللي بتمر بيها الفوله من ساعه ما بتبقى خضره لغايه ما تتكمر وتطلع الفول المدمس. عمليه حضاريه معقده جدا. دي اكله فرعونيه. وبعدين انا لم طبعا احنا فرضنا الفول على العالم يعني دلوقتي في فنادق كبيره في العالم بتلاقي فيها الجدره والناس تروح تغرف وتركب الفول وكده. الفول المدمس الحمام المحشي بالفريك مش بالرز. دي اكله صعيديه تماما. السمك بمدارسه المصريه مختلفه. السمك ده في مصر شوف انا اكلت سمك بالعنب في فرنسا وكلت سمك صيني بالخضار مش عارف فين. والصين المطبخ بتاعها متخصص في السمك. لم اعرف مثل السمك المعمول على الطريقة الاسكندرانية والدمياطية والسويسية. طيب لما اكل فول وحمام محشي بالفريك وسمك وكشك هذه خمس اكلات. السؤال طبعا في يعني في حاجات بقى خش خد عندك الملوخيه يعني هو خش على الكشري وخش على البصاره وهو على البصاره بس انا بحدد بقى يعني مش عايز اتعب ماده الرئيس لانه بياكل دلوقتي مهم في المية ايا كان الرئيس يعني انا اعتقد يعني مثلا عبد الناصر كان بياكل جبنه قريش جبنه جبنه بيضة اسطنبولي ودي ملهاش مثيل في العالم. انا ما لقيتهاش في اي حته في العالم بالمناسبه. كان بياخدها معاه الطياره وهو مسافر. نعم. وانا قدر لي اشوف قائمه لعشاء هو كان عامله لاحد الرؤساء. رز وسلطه وخضار ولحمه. يعني في الحته دي كان متجردا. وهيكل حتى كتب ده في احدى كتبه كان بيتكلم. الاستاذ هيكل ليه كتاب مهم جدا على عبد الناصر وللاسف ما اتطبعش تاني يعني. هو طبع في اعماله الكامله اللي صدرت المجلدات الكبيره عن دار الشروق اسمه لمصر لعبد الناصر. هيكل جواه اديب. اللغه اللي بيكتب بيها بس هو دايما بيسميها لغه صحفيه او لغه سياسيه هي لغه اديب بالظبط. القصد ايه من اللي حضرتك بتقوله؟ ان هوية مصر موجودة في هذه الكتب هذه الاكلات وايضا الاماكن. الاماكن خد عندك اولا البر الغربي. يعني بص حضرتك لو ساعدتني الظروف وتفرغت وما بقاش فيه هموم الرزق انا هروح اقعد في البر الغربي. لسه هموم الرزق عندك في سن السبعين؟ انا مضطر اكتب صحافة لان انت عارف ما فيش اديب بيقدر يعيش من كتب. يعني انت في حياتك دي ما عملتش حساب اللحظه دي يعني ما تعلمتش من نجيب محفوظ ما تعلمتش من استاذ نجيب مصر. عايز اقول لحضرتك كان نفس الحاله. ما هو ظل محافظ على المعاش لا يعني ظل موظف في وزاره الثقافه سن 60 كان مضطر. استاذ نجيب كتب 77 سيناريو. خد بالك انا تجنبت كتابه السيناريو. انا بحمد ربنا على نعمه الصحافه كمهنه
لكن لو تسألني أنا مش حريص إن أنا أبقى صحفي مشهور، ده بالعكس الصحافة بتاخد من وقتك مش بس كده، عملت لي مشاكل لأنك صاحب رأي على لأني أنا ليا موقف، ففي كتير ليهم نفس الموقف بس ما بيعلنوهوش، لكن أنا أو ما بيكتبوهوش بهذه القدر من الحدة. بالظبط. الحاجة التانية أنا نتيجة يعني الفترة اللي عدتها في أخبار الأدب كانت فيها يعني أخبار الأدب جريدة لما تدرس أهم منبر مقاومة في من خلال تخصصها في فترة التسعينات وحتى يناير. أنا تركت أخبار الأدب قبل يناير في قبل يناير 25 يناير 2011، والحمد لله هي ماشية دلوقتي أحسن مما كنت أنا فيها. ليه؟ لأني أنا يعني دي الجريدة الوحيدة اللي كان فيها خمسة بيتصارعوا على رؤساء التحرير. بس أنت مرة كتبت إن إبراهيم سعدة كان بيحاربك وعايزك تمشي. لا يعني بص، إبراهيم سعدة ما كانش عايزنا نمشي. لا لا لا، يعني لازم أديله حقه، الراجل هو اللي اختارني رئيسا للتحرير. بس بعد فترة كتبت قلت بعد فترة ما كانش مربوط فيه، العلاقة معاه معقدة. يعني العلاقة معقدة، أنا ما كنتش من الدايرة القريبة منه، رغم إن هو كان عارف يعني عارف تكويني كويس، وعشان بيقرا إنجليزي وفرنسي فكان، لكن ما يعني يحمد له إنه ساب الجريدة رغم إنه علاقته بينا ما كانتش جيدة، دعم الجريدة واستمرت 17 سنة. يعني طيب. انا رئيس تحرير. معلش لان حضرتك انا سالت ثلاث اسئله وحضرتك طبعا بحكم ثقافتك نرجع لاكل. لا عندي كام سؤال. لا لحظه ازاي انت في سن السبعين ولسه بتدور على اكر؟ ما عملتش مكافاه خدمه من الاخبار في مصر يستطيع انه يعيش من 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 دخله، فلازم انا هقول لحضرتك يعني انا راضي. لا انا عايز الرساله توصل. لا 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 الحمد لله انا راضي. انا مش يعني يعني انا لست من الاعلاميين اللي كونوا ثروات. يعني يعني عايز اقول لحضرتك لما بعد ثوره يناير حصل ان الكسب غير المشروع، يعني حاسب بعض جميع من تولى. انت لم تكن منهم. انا الوحيد اللي طلع اسمي مش فيهم، ولما حتى رحت يعني احاول لساتك. انا بشكرك انك تديني اديتني فرصه. ما انا اصل انت ادهشتني. بعض الـ يعني اللي بوجهه ليا نقد او هجوم او كده يقول لك ايه ده اختلف مع فاروق حسني عشان الاعلانات. ده على اخبار الادب. على اخبار الادب. طب انا اسمح لي اقول لحضرتك. اتفضل. الوزير فاروق حسني وهو صديق قديم بالمناسبة دعم أخبار الأدب ب 300,000 جنيه إعلانات. أنا كتبت للأستاذ إبراهيم سعدة أطلب تنازلي عن نسبة رئيس التحرير في الإعلانات، لدرجة أن في الكسب غير المشروع المستشار اللي هو كان استدعاني كشاهد، فكان بيقول لي أنت يعني أنت ليه ما خدتش، يعني قلت له أن أنا متربي اللي علمهولي اساتذتنا الكبار موسى صبري او سعيد سنبل، مفيش قرش اعلانات يجي من جيبي. موسى صبري وسعيد سنبل ما كانوش بياخدوا نسبه اعلانات؟ لا. انا عايز اقول لك حاجه. هو موسى صبري مات برضه في الشقه اللي قلت له صلاه؟ لا وعربيته لا مش بس كده مش بس كده. موسى صبري لما كان ساكن في شقه قلت له صاله، فكان عنده ولدين، فلما كبروا بقى في واحد منهم يعني على الاقل واحد ينام يستقل، فقفل البلكونه المطل على الشارع عشان ابنه ينام فيها. مين عملها له؟ الله يرحمه ميلاد حنا. دول اللي احنا اتعلمنا منهم. انا مره زميل بيشتغل في الاعلانات جاب لي شيك، يعني ارجوك استضيف الزملاء في اخبار الادب يحكوا لك الموقف. يعني كنت عنيف جدا معاه، يعني قلت له انا مش متربى يعني ما اخدش كده. المهم عايز اقول لحضرتك انا شخصيا كان ليا اصدقاء يعني كانوا واعيين بدعم اخبار الادب، منهم الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحه وزير الاعلام الله يشفيه الله يشفيه، يعني من انبل الناس اللي انا عرفتهم. فهو قال لي انا واجبي ادعم اخبار الادب، ده اخبار الادب يعني انا هقول لحضرتك. فجاب ادانا اعلانات تقريبا نص مليون جنيه، برضو جواب لاداره اخبار اليوم
تنازل حقي يروح، لان انا كنت عايز اقوي الجريده اقتصاديا. طب النهارده لو رجع بيك الزمن هتتنازل؟ لا طبعا. مش كنت هتظبط امورك دلوقتي؟ يعني ما انت عارف. انت في الصيف ما بتروحش مارينا يا استاذ جمال؟ مارينا؟ لا ايش؟ ماليش مكان في ما مارينا. فيش الكلام ده؟ لا عندي بيت في قريه الصحفيين. يعني انت عارف طبعا الظروف. ما جرب في قريه الصحفيين. طب لان انا باقي لي دقيقتين ولازم اطلع فاصل. خلاص يبقى انت لازم تعيش على انتاجك الصحفي والادبي علشان تعيش. عايز اقول لك اللي معيشني حاليا مش مرتبي من اخبار اليوم. دخلي من الترجمه. الترجمه. ان اعمالك الروائيه بتترجم لمختلف لغات العالم. الروايه مقروءه الان في اكتر من 20 لغه. طب ده مش بيجيب قرشين حلوين برضه؟ طبعا. بس مش بالشكل اللي انت متصوره، لان تكاليف الحياه بتزيد. عارف. واخد بال حضرتك؟ انا لازم اتوقف علشان اخد الخمس اماكن. احنا قلنا البر الغربي. ماشي يا فندم. ايه الاربع اماكن الباقيين؟ الاربع اماكن البر الغربي: الميناء الشرقي الاسكندرية، دير سانت كاترين في سينا، في وادي اسمه الجلف. الجلف الكبير شرق العوينات اللي اكتشفه احمد حسنين باشا. نعم نعم. ده مكان نادر في الكون، لم يستغل سياحيا حتى الان. طيب الخمس اكلات: الواحات الخارجه، الخمس اكلات، الخمس كتب، الخمس اماكن. عايز تقول ايه فيهم؟ يعني ليه دول تحديدا؟ وايه اللي هيطلع منه الرئيس ايا كان اسمه في اي فتره قرأ الخمس كتب، كل الخمس اكلات؟ طبعا ممكن تكون اكلات اكتر وكتب. يعرف يعرف ايه قيمه البلد اللي بيحكمها؟ يعرف قيمه البلد اللي بيحكمها من خلال الخمس. انها اغنى بلاد العالم ثقافه وحضاره. ودي مش على فكره مش تعصب لمصر ولا حاجه. اذا حبيت حضرتك اكلمك عن كل عنصر من دول اقول لك ليه. طيب خلينا نطلع فاصل، بس قبل الفاصل عايز اقول لحضراتكم استاذ جمال غيطاني كتب مرة في عمود اليوم بالاخبار ان لدينا قيادة وطنية نزيهة، يقصد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لكن لا تزال البنية فاسدة. طب ازاي ينجح الرئيس السيسي والبنية اللي حواليه فاسدة؟ تعالوا ناخد الاجابة من ضيف الكريم جمال الغيطاني بعد الفاصل. قيادة وطنية نزيهة، ده وصف ضيفي الأستاذ جمال الغيطاني للرئيس السيسي، لكنه قال كمان إيه؟ لكنه البنية حوالين السيسي أو اللي موجودة في البلد اللي هيشتغل من خلالها فاسدة. طب إزاي بقى الرئيس السيسي هينجح؟ تعالوا على طول نروح لكاتب هذا الجملة أو كاتب هذه الجملة الأستاذ جمال الغيطاني. يعني إيه البنية فاسدة؟ فاسدة. انت اللي بتقول يا عم بقى. انا يعني بص حضرتك، انا في ذاكرتي دلوقتي تصريح قاله حمدين صباحي من حوالي اسبوعين. يعني الحقيقه بحييه عليه يعني وبقدره لما قال انه السيسي الواجب الوطني ان ينجح السيسي، لانه اذا نجح السيسي نجحت مصر. نجحت مصر كده. اولا من ناحيه تانية، شوف حضرتك يعني زمان كنت اقرا جمله كده يقولك عندما يهدد الخطر الدوله المصريه تدافع عن نفسها، فكنت بستغرب ازاي مؤسسات تدافع عن نفسها. يعني الدفاع عن النفس ده فعل انساني. يعني او فعل مادي كده. او فعل مادي ازاي؟ ده اللي احنا شفناه في السنه اللي حكم فيها الاخوان. ازاي الدوله بدات تدافع عن نفسها؟ لان كان في، خد بال حضرتك، احنا اول مره في تاريخنا، وانا بقول الكلام ده عن درايه بالتاريخ المصري، اول مره منذ ان ظهرت الدوله على يدي الملك العقرب، مش مينا، كان في الاسره الزيرو قبله في ابيدوس، تصبح الدوله مهدده بالتفكيك. لاول مره. ده انا هقول لك اكتر من كده. نعم. الاستعمار الذي احتل مصر لم يهدد الدولة، لم يهدم الدولة بل ساندها. يعني الفرنسي عمل نظام امني وصحي عشان يقعد مستريح. نعم. الانجليز عملوا لك نظام ري
تعليم قضاء سكة حديد. لا سكة حديد من قبل، من ايام سعيد باشا. نعم. اول خط كان بين القاهرة والسويس وبعدين اسكندرية. الانجليز دعموا السكة الحديد عشان تصدير القطن لانكشاير. طيب يبقى حتى الاحتلال الاجنبي لمصر حافظ على حدود الدولة المصرية. يا سيدي مصر بلد مركزي. سيبك من الكلام الفارغ اللي بيقوله لا مركزية وكده، مصر لا تحكم لا مركزية، انت بتمهد للتفكيك. التفكيك في مصر يعني النهاية، يعني النهاية. النهر ده جزء من الدولة، الدولة هي التي تديره. فأول مرة لما انت عايز تهدم الأمن، عايز تهدم الجيش، عايز تهدم الخارجية، القضاء، هتعم فوضى. يعني احنا شايفين سوريا واللي بيحصل فيها والعراق، تخيل انت 100 مليون لما ياكلوا في بعض، يبقى دي نهاية، نهاية لمصر. اللي حصل في يونيو، في 30 يونيو، الخروج المقدس للشعب المصري الأسطوري ده، أنجب قائد. يعني أنا بقول دي كرامة من ربنا، ربنا ادهولنا، ما عنديش تفسير. هذا القائد اتكلم دقيقتين وثق الشعب فيه، تمام، وقاد عملية يعني تنحية الإخوان بناء على خروج أكتر من 30 مليون. وده اللي أنا كنت بقوله في أمريكا وفي فرنسا وفي أحاديث معروفة. يعني اللي حصل أنه الشعب المصري وثق. هنا دور الفرد في التاريخ. اللي حصل بعد كده أنه عملية إدارة الدولة ما مشيتش بنفس الكفاءة اللي حصل فيها تغيير الإخوان في قبل 30 ستة. يعني كان في بطء شديد. المشير السيسي وقتها ما تشيح، يعني حصل استغرقنا فترة. بعد كده لما هو أصبح رئيس جمهورية، يعني أصبح فيه بطء في القرارات. أنا كنت يعني كنت أتمنى، أنت عارف حضرتك، وده انطلاقا من العمل الفني، يعني دايما الضربة الأولى في العمل الفني بتحدد مساره كله. أنت لما تسمع السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، باباها ضربات القدر دي بتساعد تختفي وتظهر بس موجودة. نفس الشيء في الرواية. يعني نجيب محفوظ لما بدأ يكتب الثلاثية، الهرم الروائي ده، في خيط كده اللي اسمه الزمن، هو حافظ عليه لغاية الآخر. كنت أتمنى إن الرئيس السيسي يجيب وجوه جديدة، ما يتعاملش مع الوجوه القديمة والتي كانت موجودة. أنا بتكلم على الجهاز الإداري للدولة. ما لو عمل عملية تغيير دي هيوقعوا له النظام. مفيش هيوقعوا له نظام الدولة. لن يسمح الشعب المصري بوقوعه. ولذلك أنا بقول دلوقتي أيا كانت الملاحظات، قدرنا في نجاح الرئيس السيسي. طيب تقول له إيه وهو بادئ في 2015؟ مطلوب منك إيه يا ريس عشان تنجح؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. ينجز ما لم ينجزه في الشهور الستة. زي ايه؟ زي عملية تغيير. اولا اتمام المؤسسات اللي هي خاصة بالرئاسة، يعني تشكيل الفريق الرئاسي. الفريق الرئاسي لغاية دلوقتي احنا ما شفناش غير فايزة ابو النجا واحمد جمال الراجل الفاضل جمال الدين موسى. احمد جمال الدين اللي هو استشار الارهاب، وما نعرفش حد تاني. طب تفسيرك ايه؟ ما عندكش تفسير. انت عارف ان الرئيس السيسي ما عندوش مستشار سياسي؟ وانت عارف ان الوجين دول تعدوا برضو وجوه قديمة؟ اعتقد ما هي وجوه قديمة، بس هي يعني هنا يعني عايز اقول لحضرتك، انا مش متحفظ على حد من قبل كده. ده انا بطالب دلوقتي بعودة ضباط امن الدولة المتخصصين في مكافحة الارهاب اللي طلعوا بعد يناير، يعودوا مرة ما لم يكن مدانا بالقانون. لان كان في خبرة. هذا الجهاز اللي دمر في يناير كان، خد بالك، كان واحد من ضحاياه في يوم من الايام. لكن بس لصالح الوطن. انت شايف لصالح الوطن اقاتل واطالب. انا بقول لحضرتك بصراحه، جمال الغيطاني يطالب بعوده ضباط امن الدوله اللي كانوا مسؤولين عن مكافحه الارهاب في مصر قبل 2011 بشرط الا تثبت عليهم تهم التعذيب. لا تعذيب ولا إدانة قانونية. إدانة قانونية، لكن يطالب بعودتهم فورا. فندم، في دول توزعوا على بلاد العالم دلوقتي، بيشتغلوا بره وبيعرف في معظم دول الخليج. طيب بالظبط. لو رجع عدد من رموز نظام مبارك حوالين الرئيس السيسي بالمنطق اللي أنت بتقوله غير مدانين،
لا في كفاءات. نعم. يعني يبقى انت شايف الكفاءة هي العنصر. الكفاءة هي العنصر. يعني انا مش ما احبش المسألة العنصرية يقول لك العواجيز. مثلا. ده ما بتكلمش على السن، انا بتكلم على الفترة الزمنية. الفترة الزمنية مبارك. انا عايز الكف الذي لم يرتشي لم ينهب مالا حراما من اموال الشعب ايا كانت الفترة التي تولى فيها. يرجع عادي. يرجع. يعني هضرب لستك مثال. نعم. لما الرئيس راح فرنسا وايطاليا انا كنت اتمنى انه ياخد معاه مثقفين. نعم. واخد بال حضرتك؟ طيب مين اكتر واحد انا عارضته؟ مين؟ فاروق حسني. فاروق حسني ده احسن واحد تاخده معاك ايطاليا. علاقات. هو مش هيروح في الوفد الرسمي. نعم. ليه علاقات انا عارفها. نعم. تعالى لفرنسا. طب ما لو خد فاروق حسني معاه كده مش هياخده معاه. ما انا مش هيبقى في الوفد الرسمي. مجرد صوره تطلع في سفريه السيسي. مش قلنا لكم السيسي ده تبع مبارك الكلام شوف اللي الاخوان بيروجوه. شوف حضرتك انا يعني بثق في وعي الشعب المصري. عايز اقول لك وعي المصريين وعيهم اعلى من النخبه. وعي الشعب طبعا اعلى من النخبه طبعا. يعني هم يعطونا السيسي فرصة رغم ان في ملاحظات كتير في الشارع. لكن في فرق بين ان انا بنقد السيسي او باخد ملاحظات من موقع الانتماء وفهم قيمته وموقعه، وبين ان انا بنقد عشان اهدم زي الاخوان. طب قول لي فسرت الجملة اللي قالها كاتبنا الكبير وحيد حمد ازاي؟ يا سيسي لو مش قدها سيبها وامشي. لا انا بقول يا سيسي لو مش قدها انت هتبقى قدها بينا. انا بحترم وحيد حامد ورأي انه شطح في الـ في الـ لما السيسي سيبنا دلوقتي. بص شوف في خطورة ان ترهن ظرف تاريخي بفرد. لان العمار بيد الله. ما لسه اقول لك كده. هل ممكن مقدرات وطن الشعب عايز السيسي وجدد ده في اكتر من مرة اخرها ال 64 مليار من هنا بناء البنية. البنية الاساسية السيسي او اهم شيء في السيسي انه يعيد الى الحكم طهارة اليد. خد بال حضرتك في فئة اتكونت في عصر الرئيس الأسبق مش هترضى يقلقها وجود واحد ما بيسرقش ما بيمدش ايده. انا عارف تكوين السيسي ده ابن الجمالية. طب ما كده هيبقى في صراع. يعني هقول لحضرتك لا من يعني السيسي ياخد بقى قرارات والشعب معاه. في ناس هضرب لك مثلا خدوا ملايين الامتار من الارض. انت لو رحت تطلب 100 متر عشان تبني بيت حد هيديها لك؟ لا مفيش. لا انت ولا انا. انا جربت بالمناسبه. انا بقول لحضرتك وانا مجرب. طيب لما يروح واحد الاقيه خد بالتخصيص مئات ايام مبارك اللي هي مجموعه ما هي ايام مبارك يعني حصل ان في مجموعه يبدو ان جرى اختيارهم. المهم ان بقوا مليارديرات وطيارات خاصه انا مش عايزه غير انه يدفع حق الوطن. بس خد مش بالك حق الوطن دي جمله عايمه؟ لا في ضرائب ما بيدفعها كل سنه. لا يا فندم ما حدش بيدفع ضرائبه. يعني انا في ملياردير قال لي انا لو كنت دفعت الضرائب المستحقه ما كنتش عملت المليون الاولاني. قول لي مين دفع ضرائبه من الرموز الكبيره انت فاكر لما قال لهم هتدفعوا ال 100 مليار وما حدش دفع؟ لا ما حدش مش بالعكس مش ما حدش دفع. السيسي الان في ضده حمله خفيه في بعض الصحف الخاصه بيديرها رجال اعمال. بعض الصحف الخاصه رجال اعمال يديروا حمله خفيه ضد السيسي. نعم. ملامحها ايه؟ ملامحها الكاريكاتير اللي بيتنشر، المقالات اللي بتتنشر. يعني مثلا خد جريده زي المصر اليوم. خلينا محددين. المصر اليوم المصر اليوم موقفها يقلقني. لان لما يكتب احد كبار المساهمين فيها يقول لك عبد الناصر رضي الله عنه ويهاجم. خد بالك انا يعني عندي يعني موقفي من عبد الناصر موقف نقدي مش بمعنى الهجوم، بمعنى انا بقول الكويس بشكل موضوع بالظبط. فلما موقف المصري اليوم لما الاقي كاريكاتير انا مع حريه الراي. نعم. لكن في خط دقيق ما بين يعني التجريح. لما الاقي مثلا كاريكاتير واحد بيقول مش عارف ايه كده فبيسقفوا له، واحد بيقول السيسي كذا فبيقطعوا رقبته وهو طاير. لا في معارضه ضاره بعبد الفتاح السيسي لانه نزيه. شايف ده يبقى في جزء من رجال الاعمال
اللي كونوا ثروات بعد مبارك. أكيد رجال الأعمال الذين كونوا المليارديرات وبسهولة المال السهل. يعني أنت عايز تقنعني واحد زي حسين سالم يبقى هو راضي عن عبد الفتاح السيسي؟ قال أكيد لا، بس هو خارج مصر. ما هو ما هي دي مشكلة. والراجل طلع بريء بالمناسبة وراجع يعني شوف وعايزوا لك في الأخبار وما تقدرش تقول له لا. لا هو أنا ما رحبش بزارته في الأخبار لأن في يعني بريء في حاجات محددة نتيجة أخطاء إجرائية، مش بريء. لكن ده يعني بأي حق يتم اختيار شخص عشان ياخد معظم خليج نعمة يبنيه في فنادق أو كده؟ طب أنت شايف معركة السيسي مع رجال الأعمال دول في صراع، من ينتصر؟ أتمنى أن ينتصر الرئيس السيسي. حصل ده قبل كده في تاريخ مصر وأنت قارئ جيد للتاريخ طبعا المصري؟ طبعا. الحاكم طبعا أو السلطان مع مجموعة التجار؟ سيدي محمد علي لم يثبت أركان حكمه إلا بعد ما ذبحت القلعة. أنت كتبت ده بشكل لا مش أنا. مش أنت. كردوسي. محمود الكردوسي وأعتقد صديق تاني. لا أنا ما بقولش كده، لكن أنا مش بقول كلمة مذبحة هنا مرعبة، إنما هو المقصود يعني عبد الناصر لما نلاحظ إنه بعد الثورة وفي 54 دخل في صراع مع بعض زملائه، ولما استقر كان في باستمرار صدام أحد مراحله لجنة تصفية الإقطاع. يعني دايما في قوة بيقلقها التغيير. ما هي القوة المناهضة للتغيير اللي عايزه الشعب بقياده السيسي؟ اللصوص. اللصوص. لصوص المال العام والمال والذين كونوا المليارديرات. في رجال اعمال انا احترمهم جدا. انا عايز اقول لحضرتك انا لما رحت الولايات المتحده وشفت النظام من الداخل انا مش بدعو النهارده للاشتراكيه. انا اعتنقت الاشتراكيه الشديده المتطرفه وانا عندي 16 سنه. لا انا مش عايز ده، انا عايز حق المجتمع. يعني انت لو المسؤوليه الاجتماعيه انا هقول لحضرتك في الولايات المتحده اللي هي ام الراسماليه التهرب من الضرائب وانت تعلم هذا مخل بالشرف، جريمه مخل. لا يجرؤ واحد يخل بالضرائب، بيجي يتبرع بتتخصم من امواله. انا عايز ده في مصر، يكون في نظام ضريبي صارم. هيجيب ال100 مليار يجيب واكتر. هو السيسي هيقدر يعني يجيب؟ إذا طب ليه راح وجه اسمها المراوحه بلغتك الادبيه؟ اعتقد انه يعني حرص اكتر من لازم بيراعي يعني قلق انهم يمشوا في حساسيه فالاقتصاد يقع. ما هم ماشيين بالفعل، هم ماشيين، هم مشوا بالفعل، مشوا يعني في حدود ما اعلم احدهم قال انا فلوسي كلها بره. نعم. يعني احنا بينا اللي اصول شايفينها هنا بعينينا ودول معروفين. طب ده مش يضر الاقتصاد المصري التوجه اللي انت بتقوله ده؟ التوجه اللي انا بقوله هيزود الاقتصاد المصري ويدعمه لما يبقى في حق واضح بيتسدد لخزانة الدولة، نظام ضريبي صارم، مشروعات جادة. ما تجيش تديني 1,000,000 متر في الطريق مصر اسكندرية عشان يعملها بتاع وبعدين يحولها. ما هم دلوقتي عاملين حملة الحكومة هنا. انا بدعم الحكومة. انت بالمناسبة الحكومة تقييمك ايه لأداء حكومة محلب؟ ضعيف. ضعيف. في وزراء بارزين شفتهم؟ لا ده في وزراء باهتين جدا لازم يتغيروا. زي ايه؟ انت الكاتب وقائد الرأي يعني. طب مين الوزراء اللي برزوا امامك وشفتهم جيدين ويستمروا؟ وزير التموين يعجبك لما حل مشكلة التموين والخبز مثلا؟ وزير الاوراق. انا بسمع من الفقراء. انا عمري ما عملت بطاقه تموين. ما انا عارف تسمع ايه من الفقراء. راضيين عن ادائه وزير الاوقاف. لكن وزير الاوقاف اكتر من ممتاز. طيب ما انا اذا في وزراء في 3-4. سيبك من الوزارات الكبيره اللي بيختارها الرئيس، يعني مش هنيجي ناحيتها. لا مش هتكلم على الدفاع والخارجيه. دي حاجات. لا قول لي انت على لسان جمال الغيطاني، من الوزراء اللي انت شفت ادائهم بارز؟ في وزراء مش فاهمين المرحله اللي هي بعد. عادي. زي ايه؟ انت قائد راي، ما انت اللي انت بتكتب اكتر من كده في الاخبار. يعني مثلا وزير الثقافه رايك في ايه؟ ارجو انه يتفرغ لدراسته الاكاديميه. لسبب ده احنا كلنا لما هو جه دعمناه. انا شخصيا اولا هو صديق عزيز، رحت وقلت له كل الاقتراحات فوجدته يعمل طبقا لرؤيه قديمه لا تناسب الرؤيه الجديده. يعني هو مهتم بجهاز الوزاره
الثقافي اكتر ما هو مهتم بالثقافة نفسها. نعم. انت الان في حاجة الى رؤية جديدة، وهنا انا عايز اقول حاجة بصراحة، ارجو ان يكف الاختيار عن طريق انه ده بيتكلم كويس، بيطلع في برنامج تلفزيوني، بيطلع في برنامج او يتكلم مثلا قدام المسؤول الكبير، غالبا بيكون الرئيس، فيقول كلام جميل يعجب ما انا بتكلم معاك كويس. يعني المسألة مش انا اقصد ان لك انت لما بتوضع في مكان الحديث للجماهير لازم تتكلم كويس، المهم الرؤية. هنا انا بدعو للتدقيق في اختيار المسؤولين وشجاعة القرار. طب لو عرفت ان الدولة بتفكر في اعادة فاروق حسن وزيرا للثقافة، لا علشان ايه؟ عشان ده مارس الحكم لمدة 25 سنة في نظام سقط، ما هو معاه شهادة براءة. لا 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 لا، فاروق حسن بحكم السن كمان النهارده. لا, 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 لا انا بتكلم في المعنى، انا عايز رؤية يا فندم، عايز رؤية. يعني فاروق حسن كان اختلافي معاه على الرؤية مش على يعني. طب حكومة محلي بتفتقد الرؤية؟ طبعا. شوف انا هشبه لك الوضع الحالي. في راس طاهرة ونزيهة ومحبوبة، وفي جسد مفعم بالحيوية. الشعب مفيش رقبة، مفيش رقبة. الرقبة هي الرؤية وهي الظهير السياسي. يقلقني عدم وجود قوة سياسية مساندة للرئيس. الحاجة التانية، أنا يعني مفيش قوة سياسية، لازم يتفتح الباب أمام قوة سياسية تطلع محملة بالرؤى الجديدة. طب مش الرؤية دي بيحددها الحاكم؟ مش عبد الناصر هو اللي حدد توجهه الاقتصادي الاشتراكية والكلام ده؟ بس عبد الناصر خد بال حضرتك، يعني كان فيه شجاعة في الطرح. يعني قامت ثورة 52 الأول، الحركة المباركة ما بين يوليو وسبتمبر كان عامل الإصلاح الزراعي وكان حط الأساس للتغيير العميق في المجتمع. طب ما الرئيس هو اللي عمل، طب ما الرئيس السيسي هو اللي يعمل. ما هو الرئيس السيسي يعني أعتقد أنه التأييد العميق اللي موجود في الشعب المصري لازم يترجم إلى حركة سياسية تسند القرارات اللي هياخدها، وأيضا لازم يكون في شجاعة في مواجهة لصوص المال العام اللي هم تكونوا في النظام السابق وما زالوا موجودين. ربما هو شايف انه لو فتح كل الابواب ده بيفتح على نفسه ابواب كثيره. لا، بيقوي نفسه لانه بيدي الشعب امل في التغيير. انت شايف في الست شهور ما عملش ده؟ لا، عمل. زي ايه؟ يعني لا، السيسي ما هي دي انت حضرتك بتنقلني لمشكله ثانيه، مشكله الاعلام. ما ده حواري معاك ممتد. لا بالعكس، انا سعيد جدا. مشكله الاعلام ان السيسي الان بلا اعلام، الدوله لاول مره في تاريخها بلا اعلام. طب خليني اذكر لك جمله وانا قارئ لعمودك. انت قلت وصفت دستور استفتى عليه الشعب المصري. نعم. باكمله. نعم. وعلينا ان نحترم الاراده دي. نعم. انه دستور موسوي نسبه الى السيد عمرو موسى. صحيح. رئيس اللجنه. صحيح. وقلت ان هذا الدستور يعني كانه اقرب الى المؤامره، ووصفت لا لا ان لا ما ينفعش. لا انا ما بستخدمش موضوع. لا يعني ما انا هقول لك المعنى. انا ما اقدرش اذكر لك النص. نعم. بس المعنى انك قلت ان هم لغوا ليه وزاره الاعلام. واحنا محتاجين وزاره اعلام. طب ما حد مشاهد حتى من جيل الشباب يقول ايه ده؟ جمال الغيطاني جاي لي النهارده ولا عشان عنده 70 سنه يطالب بعوده وزاره اعلام بينما دي موجوده في الدول الدكتاتوريه؟ لا، انا ما بطالبش بعوده وزاره الاعلام. يعني هقول لحضرتك نموذج على بطء هذه الحكومه. من كام شهر في رمضان بالتحديد دعانا المهندس محلب الى جلسه كان فيها مجموعه من يعني كبار رجال الاعلام ومثقفين، وكان في كلام عن ما يسمى بالمجلس الوطني للاعلام. واخد بال حضرتك؟ لم تتخذ خطوه واحده لغايه دلوقتي. يعني مصر بلا اعلام. القضيه ان لابد يكون في رؤيه يعني في توجيه الرساله الاعلاميه. الان الاعلام اما محطات خاصة زي اللي احنا بنتكلم فيها، او صحف خاصة وصحف قومية بتعاني مشاكل كثيرة جدا. انا عايز وضع، انا عايز اقول لحضرتك، انت متصور الصحافة الامريكية واجهزة الاعلام الامريكية منفصلة عن البيت الابيض؟ بس هناك طبيعة النظام بتخلي الوعي بالمصالح القومية موجودة، والحبال يعني مش ضروري رئيس تحرير نيويورك تايمز يجي له تليفون. ليه ده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت رايح امريكا ليه؟ دوله زي السعوديه الصحافه هناك صحافه خاصه بالمناسبه. اه لكن بس طبعا يعني طبعا
انا عايز اقول يعني انت تستطيع ان تسميها صحافه الدوله. انسب وضع لمصر هو هيئه الاذاعه البريطانيه، يعني مجلس يكون فيه زي البي بي سي. البي بي سي من الناحيه الحرفيه حاجه عاليه جدا لكن بتعبر عن سياسه انجلترا. طب انت تفسيرك ليه لحد دلوقتي ما اتعملش هذا المجلس؟ في محاذير في اتخاذ القرار. من مين؟ من الحكومه خايفه. الحكومه يعني السيد محلب بالمناسبه، انت حضرتك متتبع العمود، انا اول عمود كتب يطالب بيه كرئيس وزراء لانه بهرنا بحركته ايام لما كان وزير الاسكان. لما كان وزير الاسكان. لكن منصب رئيس الوزراء يحتاج محتاج الوجود بالفكر وبالرؤيه وليس بالجسد. يعني هو بينزل وبيروح بيروح، الراجل بيعمل مجهود الحياه على ربنا يديله الصح، لكن انا في المحصله في النهايه ايه؟ انت عارف لما اللواء ينزل على كمين شرطه بعد شويه الشرطي مش هيخاف منه، لانه ما لم يحدث اجراء يترجم هذه الزيارات الى اجراءات محدده في الواقع تصبح زيارات مظهريه. طب قول لي، شايف الفضائيات المصريه دلوقتي؟ الفضائيات المصريه لعبت دور مهم جدا في عمليه مسانده الدوله في الفتره اللي هي في حكم الاخوان، وانا يعني بسجل تقديري لانهم لعبوا دور. انا يعني قصدي ما ده جزء برضو من الاعلام الخاص اللي كان موجود برضو في عهد مبارك وينتقد. يعني خد بال حضرتك، حاليا انا بلاحظ بعض مش كل اصحابها ليهم وجهه نظر يعني بتتفق مع مصالحهم. انت عارف الريف المصري العمده يجيب واحد يمشي وراه عشان يرد على الناس اللي بيلقحوا عليه او يشتموه، هو نفسه ما يردش. فهنا في تعبير عن مصالح، ده خطير لو ترك لوحده. وماله؟ ما في ناس لغايه دلوقتي بتطالب بعوده البوربون في فرنسا او اسره رومانوف في روسيا. ممكن يتوجد صوت لكن في لازم يكون في صوت. يعني انت مطالب بالتسريع في ايجاد المجلس الوطني؟ لابد، ده مساله مش ممكن. طب انت عارف الصحف الخاصه طلبت انها يبقى يتعمل لها غرفه خاصه، غرفه الصحف الخاصه في الصناعه؟ دي مضره. تؤيدها؟ لان لا طبعا، لان دي بتدمر النقابه. المفروض النقابه ونقابه الصحفيين هي البيت الوحيد للصحفيين. يعني ايه غرفه خاصه للصحف الخاصه؟ ولاحظت ان ده جه من رؤساء التحرير مش من اصحابها، ومفروض ما يكونش موجودين. المفروض ان رئيس التحرير ما هوش مالك. نعم. يعني ايه ممثل بس تؤيد للملاك؟ لا، الملاك يبقى لهم غرفه. لا لا لا، اصل في غرفه للفضائيات، ده مكانه في الغرفه التجاريه لانه صاحب مشروع يعني مالي. لكن ترفض انشاء؟ لا 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 لا، احنا لازم ندافع عن النقابه بقوه. نعم. نقابه الصحفيين هي البيت الوحيد للصحفيين، اي كيان تاني مضر، وده برضه هدفه يصب في هدف تفتيت الدولة. نرجع للدستور. يعني أنا إيه ملاحظات الأساسية على الدستور؟ هذا دستور لو السيد اللي أشرف على اللجنة أرى وأعضاء اللجنة الخمس كتب اللي بقولها حضرتك عليهم، ما يضعش دستور يضع الأساس لتفتيت مصر باسم اللامركزية. يعني دي يعني هذا دستور لو طبق بحذافيره يؤدي الى تفتيت يعني مصر. يعني هقول لحضرتك، لما يضع كل السلطات في ايد رئيس المجلس ورئيس الوزاره، والرئيس ممكن عزله لو اتحد 60 اتفق 60 عضو على عزله. الكلام ده في السويد اضرب له تعظيم سلام، لكن في بلد مركزي، خد بالك انا لا ادعو للديكتاتوريه، حاكم مصر اللي بيقعد على ذروة الهرم لازم يكون قوي عشان يظبط الدولة. تتوقع تغيير الدستور؟ لازم يتغير، لازم يتغير. طب قول لي قبل ما احنا كنا فرحانين بيه لان كان في بيسموها المخصصات او خريطة طريق. فعايز تنجز. يا استاذي الدولة مهدده بالسقوط حتى الان؟ طبعا مش عدينا كده. لا انا اعتقد يعني هي الان الوضع افضل، لكن الاخطار ما تزال
كبيره. طب البعض بيقول لك دي فزاعه، انت عمالين ترمى. لا مش فزاعه، الارهاب ما الدوله خطر. مستقره عايز ايه؟ الارهاب خطر عادي حقيقي. لا لا يزال القرار الاممي بهدم الدوله المصريه في تقديري ما زال قائم. لا يزال قائم طبعا، ولا الا تفسر بايه ازمه السفارات اللي حصلت من اسبوع من الايام. يعني الحاجه الثانيه، في ارهاب، في تنظيم دولي غني جدا ما زال يعمل ضد الدوله. واجبنا الان مساندة الدولة وليس النظام، في فرق بين الدولة وبين النظام. بس حاليا تقريبا لا 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 يا فندم، لا لا لا، الدولة هي المطلق، النظام المتغير. يعني لما غير الحكومة، لما غير نعم اي حد، ما فيش مشكلة، لكن المهم المبادئ الأساسية اللي بتحكم، المؤسسات الأساسية للدولة، مساندة الجيش. طيب هنتوقف عند مساندة الجيش، بس انا عايز اسألك، رغم نقدك لحكم الإخوان، لكن ظل جمال الغيطاني يكتب عموده بشكل يومي في ظل حكم الإخوان، عندك تفسير؟ ناخد الإجابة بعد الفصل. بقدر التحية بحضراتكم، عايز أقول لكم أن العمود اليومي للأستاذ جمال الغيطاني ضيفي الكريم اليوم بدأ قبل وصول الإخوان للحكم، لكن رغم نقده الشديد وقال أن مصر ضاعت و و و في عهد الإخوان، لكنه استمر يكتب هذا العمود. دي بصراحة شكلت لي علامة استفهام، وإيه يعني، خلينا نبعت الاستفهام للأستاذ جمال. مش مفروض يمشوك؟ شوف حضرتك، ما أنا مشيت بالفعل بس استمرت اكتب العمود. ما انت استمرت تكتب العمود. لا لا لا، ما انا هقول لحضرتك اللي حصل. اللي حصل، انا عندي موقف جذري. اي جماعه تحكم باسم الدين، لا ايا كانت، يعني ادخال الدين اللي هو علاقه خاصه بين الانسان وربه في مساله التفاصيل اليوميه بيضر الدين نفسه. نعم. والجماعات السياسيه اذت الاسلام كما لم يؤذيها احد. يعني لما يعني مش عايزين نتكلم في يعني هنفيض فيه اللي حصل. الاستاذ ياسر رزق هو الذي دعاني الى كتابه العمود قبل وصول قبل ثوره يناير. نعم، قبل ثوره يناير، مجرد ما رجعت من امريكا، كنت في رحله عند بنتي هناك. لما رجعت بدات الكتابه. الحقيقه في الاول كانت التجربه يعني كنت متهيب منها، عمود يومي، عارف الادب عايز تامل وراحه وروقان. دلوقتي بتتخانق الافكار على في دماغي، يعني كل يوم بلاقي خمس ست موضوعات. فالحقيقه بدات اكتب الموضوع لما بدا يروح الخطر بصعود القرضاوي الى الدكه في ميدان التحرير في مشهد يشبه عوده الخميني. انا اثرت ده قدام الفريق احمد شفيق، كان رئيس وزراء وقتها. نعم. مع الاستاذ يوسف القعيد كنا في بدات ادرك الخطر. نعم. الى ان حكم الاخوان، كتبت اليوميات المعروفة وداعا مصر التي نعرفها، وبدأت أكتب عن الاحتلال الإخواني، لأن الإخوان أصفروا عن وجه يعني. وأنا بقول أن من لطف الله أنهم حكموا حتى يجرب الناس، عشان طول ما هم بعيد عن الحكم ما حدش يقول لي ده بتوع ربنا وما خدوش فرصة. لا، بعد 80 سنة خدوا فرصة، وفرصة مستريحة جدا. ما فيش شهر انا اعرف مؤيدين للاخوان، ويمكن منهم كان بيقابلوني ايه، لان بدا الامر يصبح تعامل عصابه، مش من ليس من الجماعه هو ليس منهم. انا 90 مليون مش من الجماعه. عايز اقول لحضرتك، انا واحد من الناس عمري ما تركت البلد دي، وده بلد انا يعني كما كان يعني بلد بحبه جدا ومنقوع فيه وفي تاريخه. لما بيتعرض للحظة خطر باخد موقف. ايه اكتر حاجة ممكن تحصل؟ فقدان الحياة. ماشي، كلنا هنا. انا قابلت، لان انا عارف ان، وده عايز اقول لحضرتك درس اتعلمته وانا في السجن اثناء التحقيق والتعذيب. هو عايزين ايه؟ ان انا اموت. طيب انا قابل الموت، لكن مش هخرج مش راجل. حصل في نفس الاخوان الحقيقة. الاستاذ ياسر رزق، وده صديق عزيز جدا ويعني من انبغ الصحفيين الموجودين،
لم يعارضني او لم يتحفظ على سطر واحد. المشكله طب ليه الاخوان سابوني؟ حضرتك تسال. الاخوان كانوا عايزين يقدموا للعالم وجه يعني يقولوا نحن ديمقراطيين، فكان مسموح لبعض الاصوات بمعارضتهم، واخد بال حضرتك؟ لما زادت المساله بدات الاجراءات العنيفه. انا تصدى ليا واحد مره وانا راجع في المطار بعد 6 شهور تقريبا من حكم الاخوان، حاجه رهيبه، وفي شهود على الواقع من موظفي الجمرك في الدائره الجمركيه. خد بال حضرتك، اخطر مرحله في اي مطار ما بين الطياره والباب الخارجي، لا انت بتكون خرجت وفي نفس الوقت بيكون باسبورك لسه ما اثبتش الدخول. فتصدى لي واحد فجاه تقدم مني كده وقال انت مش هتبطل بقى تهاجم الاخوان بطريقه سوقيه جدا يعني لا يخاطب بها من هو مثلي يعني. فانا بصيت كده، انا خدت الموضوع على اساس ان طول ما انا ماشي في الشارع ناس معايا وناس ضدي بتوقف. وبعدين بدات اكتشف لدرجه ان كان معايا 2 من الشرطه يعني هم عارفوني وجايين مجامله يعني بيوصلوني لغايه بره، لقيت كل واحد بص كده فادركت ان في رساله. بعدها بحوالي اسبوعين حصل اعتداء على العربيه وهي جايه من في الطريق الاوتوستراد، تحطمت تماما ونشرت صوره الحطام في الصفحه الاولى. احنا ككتاب بعد سن 65 بنجدد سنه بسنه. رئيس مجلس اداره اخبار اليوم في ذلك الوقت وكان يعني هو يعني ماشي معاهم عرض علي عقد غريب جدا، ليس لي الحق في مكتب ولا سيارة ولا علاج ولا يعني اعدام مدني، واخد بال حضرتك؟ انا قعدت من يونيو لغاية ديسمبر مفيش مرتب، ولما جيت قدمت اقرار الضريبي في الضرائب الحرة عشان انا يعني بتحاسب هناك، قدمت في 6 شهور الاخيرة من حكم الاخوان لم يكن فيه راتب. كنت بتكتب العمود اليومي؟ كنت بكتب العمود اليومي وما بتقبضش المرتب؟ لان اعتبرته رساله هنا. لا هنا انت ده موقف بتحافظ على موقف ومكان. الحقيقه برضو عايز اقول للاستاذ محمد حسن البنا، في الفتره الاخيره يعني في من حكم الاخوان كان رئيس تحرير الاخبار في رئيس تحرير الاخبار قبل ما يرجع الاستاذ ياسر رزق. لما الاستاذ ياسر رزق راح المصري اليوم عرض عليا ان انا انقل العمود المصري اليوم. انا قلت له يعني انا مرتبط باخبار اليوم، عندي ولاء لاخبار اليوم رغم ان انا مش من تلاميذها، يعني انا من ابنائها لكن مش من تلاميذ المدرسه. نعم فقلت له محمد حسن البنا قال كمل انت. لا محمد حسن البنا ما تدخلش في حياتي يعني الحقيقه. كان مساعد، كان مقالاتك تنشر كما هي، كانت بتنشر كما هي. لكن لما حصل مشكله مره على بعض الاعمده بعتها لياسر في مصر اليوم. وكان يعني كنت حملت الاستاذ البنا اكثر مما يطيق. الراجل الحقيقه يعني كان موقفه معايا، وهذه شهاده منك. انا بقول لحضرتك على واقع، على واقع. ياسر رزق تحمل الى ان اقصي عن مكانه. وعايز اقول لحضرتك احنا كنا داخلين على فتره تصفيات، كنا هندخل طبعا لو 30 طبعا. يونيو كانت فشلت. لا لغايه دلوقتي في تهديد. تهديد طبعا يعني في حدود ما اعلم انه الجماعات الارهابيه متجهه لعمليه تصفيات. تصفيات جسديه؟ طبعا ده جزء من فالاخوان كانوا يريدوا ان يثبتوا للغرب ان هناك راي. لكن لما جينا في الجد بقت في اجراءات يعني مضايقات. طبعا لا مش مضايقات، في اعتداء. في اعتداء زي ما جرى اعتداء في السياره. في السياره وفي المطار. طب قول لي بالمناسبه، في قانون او مشروع قانون مفروض يظهر الى النور او يرى النور، تجريم توقيع عقوبة على من ينتقد ثورتي يونيو يناير ويونيو. لا انا مش معاه. مش معاه؟ لا 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 يا سيدي، الثورات احداث زلزالية اثارها زي الزلزال تفضلوا توابع لغاية، وبالتالي لا يجوز تقنين. لا طبعا تقنن، مفيش الاراء لا تقنن بقانون يا استاذ محمد. ده قرار ارجو التراجع عنه وعدم ذكره مره اخرى.
انا النهارده لما اجي اجرم، طيب ما هو في ناس بترى انه ثوره عرابي كانت هوجه، وفي ناس رايها لغايه دلوقتي بيتهاجم سعد زغلول، وان 52 انقلاب، و52 انقلاب، وجمال عبد الناصر كان ديكتاتور. طب ما انا، طب في المقابل هل ايضا تسمح او توافق الدوله بان يتم سب ثوار يناير ليل نهار في وسائل الاعلام؟ ما هو بعض وسائل الاعلام سبوهم، يعني انا ضد وتجريحهم واذاعة التسجيلات. ما انت عايش معانا في البلد. انا معاك، لكن التسجيلات التي اذيعت ما كانتش تسجيلات مع واحد بيحب واحده. دي تسجيلات فيها تعليمات وفيها فلوس وكده، يعني تسجيلات بتمس الشان العام. انا مش بدافع عن ده، لكن انا ضد السب. بس انت شايفها قانوني ولا مش قانوني انها تتعرض؟ القانون ده اللي هو اذاعه تسجيلات. لا تسجيلات، يعني خد بال حضرتك فيها. تؤيد عرضها ولا ترفض؟ تؤيد عرضها. تؤيد عرضها اذا كانت تمس الشان العام. كل التسريبات اللي يعني فيها مع اسمع ودد. لما اسمع البرادعي بيوصف اعضاء الجمعيه الوطنيه للتغيير بانهم حمير وما بيفهموش، انا ده مهم بالنسبه لي اعرف هو بيشوف الناس ازاي. مش دي برضو اسمها خصوصيه ولا لا؟ مش خصوصيه. لما باجي يعني انا ممكن في ظهرك اطلع دلوقتي بعد الحوار عفوا اسبك في تليفون؟ لا انا بقول لحضرتك السب ان مذيع يسب ناس. لا مش قصدي، انا بتكلم يعني دي ما ده تسريب دلوقتي. الوثائق اللي بيجري تسريبها من الولايات المتحده طبعا اللي هي ويكيليكس، ما هي فيها حاجات خاصه بتمس العلاقات وبتمس الشؤون العامه في البلاد. بس في برامج في بعض الفضائيات الخاصه بتسب ثوره يناير. لا انا مش شايفها مؤامره. انا مش مع السب، لكن النقد يعني هقول لحضرتك، انا اللي هيفضل من جمال عبد الناصر قيمه العدل الاجتماعي والنزاهه. راجل مات لا يملك شيء، لا يملك بيته. وفي استاذ محترم جدا اسمه شريف يونس عمل رساله دكتوراه من اروع ما يمكن اسمها نداء الشعب، قائمه على نقد المشروع الناصري. النقد هنا مش بمعنى الهجوم. لا بس ده نقد بالمفهوم. انا بكلمك على الفاظ. لا الفاظ لا. طب يناير ثوره ولا مؤامره؟ لا ثوره. ثوره. ثوره دخلها عناصر. خد بال حضرتك مشكله يناير ايه؟ ما كانش في اطار. وبرتولد بريخت بيقول اللي هو الكاتب الماركسي الالماني العظيم، جماهير بلا رأس وحش، جماهير بلا حزب أو قيادة سياسية وحش بلا رأس. يعني تقدر تمشيه كده وتقدر تمشيه كده. ثورة يناير ما فيش قوة سياسية، وأكبر خطأ في ثورة يناير لو كان في قوة سياسية بعد ما أعلن الرئيس الأسبق تنحيه كان لازم يستمر المطالبة لغاية ما اللي حصل القوة الوحيدة المنظمة المتاحة للإخوان، فركبوا الثورة زائد العناصر اللي هي مدعومه من الخارج. يونيو ثوره 100% ولا تصحيح ثوره؟ لا ثوره. المعارضه فين دلوقتي؟ اختفت ليه من 30 يونيو وبعد 30 يونيو؟ المعارضه ما فيش معارضه، في صوت معارضه. المعارضه موجوده في الصحف. يعني موجوده بشكل ضعيف في الصحف، لكن ضعف المعارضه يضعف النظام. انت ليه رابط المعارضه بالاحزاب؟ المعارضه اللي هو الناس اللي تعبر عن رايها. هي الناس انت فاكر الحراك الثوري اللي كان حاصل في اخر ثلاث سنين فين ده راح فين؟ في ليك طبعا. المعارضه اللي حضرتك بتقصدها كانت موجوده في مواجهه اوضاع خطيره. نعم. الناس الان ساكتين يعني او هاديين. ادي الراجل النزيه القائد اللي احنا بنحبه ده اديله فرصه. خد بالك الناس قبلت من الرئيس السيسي ما لم تقبله من غيره. واحد عمل ايه بقى؟ مثلا العمليه اللي حصلت لمعالجه الدعم. طبعا يعني بنزين وسولار سعرهم زاد. طلعوا ضد الرئيس السادات في 17 في تعريف. في تعريف. ده كان ايه؟ كان علبه السلم ومش عارف ازاي. المفاجاه ان بعد ده بعد الدعم الدولار 64 مليار جنيه. بالظبط. يعني ما قالوش لا. دي حاجات لازم ناخد بالنا منها. دي رسائل من الشعب. تسمح لي احكي الحكايه لحضرتك. حكايه مره انا كنت مع الاستاذ مصطفى امين، فدخلت عليه سيده جايبه مليون جنيه نقدا ليله القدر. انا كنت بشوفه كل يوم اربع، فهو فرح يعني المشروع. قال لها استني هديلك بوصل.
عشان دول هيدخلوا خزينة أخبار اليوم. قال لي أخبار اليوم يا نهار اسود حكومة، لا أنا مش هاخدهم تاني. فالراجل طبعا وشه أصفر وقعد يثبت لها إن أخبار اليوم دي مش حكومة، وإن هو ممكن يموت بعد ما تخرج، فلازم الفلوس دي يبقى فيه السند معاه. المهم أنا لعبت دور في إقناعها لغاية ما سابت المليون جنيه، وحتى بعد كده قعد طول عمره يقول لي أنت جبت الهيلت الهدر مليون جنيه. الفكرة هنا الشعب المصري لما خرج وطلع 64 مليار، تفتكر عشان ال 12%؟ لا طبعا، لأن في كام و20 مليار كان بال 1000 جنيه وال 2000 جنيه دول ما يجيبوش 5 جنيه بالظبط. الناس الشهر وجود الرأس في مصر شئنا أم لم نشأ. أتكلم عن الرئيس اللي هو ذروة الهرم، وجود رأس نزيه طاهر بيعرف ربنا فعلا بقى بجد مش كلام، ده شيء مهم جدا في الحكم، وهذا توفر في الرئيس السيسي. الراجل ده يعني عايز اقول لحضرتك بعد ما اشتغل ما خدش مليم من ابوه، وابوه كان مقتدر يتكسف يقول له هات، رغم انه كان ساعات ما يعني مثلا مرتبه كملازم اول ولا ال 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 الخصال دي انا عارفها كويس لانها موجوده في اخويا وموجوده في ناس تانية كتير بيتربوا ما يمدش ايده على الحرام. طب ليه المصريين ادوا له 64 مليار وانت نفيت علشان فايده 12% وما ادالوش في وما ادالوش في صندوق تحيا مصر؟ لا تحيا مصر ما كانش بيطالب بيه الناس، الناس اللي في البسطاء ادوا صندوق تحيا مصر، هو كان بيقصد اللي معاهم فلوس اللي جمعوا المليارات. والمشكله مع دول مش مع الشعب المصري، خليه بكره يتوجه للشعب المصري ويشوف هيطلعوا له ازاي. لابد ندعم الرئيس السيسي والبديل كارثي، لان الدوله مهدده حتى الان حتى الان. عشان كده انا لما بقول ملاحظه ان اداء الحكومي ضعيف، في وزراء لازم يتغيروا، لابد من وجوه جديده. يا سيدي عبد الناصر قرأ مقالا في الاهرام لواحد اسمه الدكتور مصطفى خليل، كان في الوقت ده عنده 34 سنه، فاتصل بالاستاذ استاذ هيك. قال له مين ده؟ قال له ده راجع من امريكا ومعاه دكتوراه وكذا، فقابله قال له الكلام اللي انت كاتبه في الاهرام ده تقدر تنفذه؟ قال له بعينه وزير مواصلات. هكذا اللي بعد كده اصبح رئيسا لوزراء لا مصر. وكان من احسن الناس يعني، نعم في الاداره، نعم واستفاد بيه السادات في فتره حكمه. بالظبط. انا عايز اقول ان الرئيس السيسي في خطوات مهمه جدا خدها لازم ننتبه ليها. اول شيء الصيغة التي وضعها كيسنجر في بداية يعني بعد حرب اكتوبر اللي هي حكمت السياسة المصرية لغاية ثورة يناير انتهت. خد بالك رحلات الرئيس السيسي دي فيها رمزية مهمة جدا، لما يروح روسيا والصين وفرنسا وايطاليا هو يقيم الوضع اللي بيناسب التكوين المصري اللي موجود في الخمس كتب اللي حضرتك اشرت اليها، بيقيم توازن، لان القوه في العالم في القرن الواحد والعشرين مش هتبقى هي التي كانت. مصر ليست اكبر قوه وليست اغنى قوه، لكن تغير العالم. ارجع لدرس 56 عندما انهارت امبراطوريات يا سيدي بسبب هزيمة مصر عسكريا، يعني كان في يعني ما انتصرناش عسكريا، ثلاث دول وثلاث بالمناسبه كانت تركيا برضو في جزء برضو هو كانت الطيارات بتيجي من القواعد التركيه. عايز اقول لحضرتك ان النتائج السياسيه ل 56 انهت الامبراطوريه البريطانيه من التاريخ. نعم. وانا بقول لك الولايات المتحده بدات تتراجع كقوه عظمى. خد عندك الصين دولة قوة كبيرة طالعة، منطقة أوروبا، روسيا. هنا الناس بتقارن روسيا القديمة مش هي روسيا دلوقتي. أنت بتعمل مجموعة علاقات تتوازن بها مصالحك للصالح الوطني، فده شيء مهم لازم ننتبه ليه. طيب أنا عايز منك في كلمة واحدة شخصيات، تدهني في كلمة من وجهة نظرك أنت. السادات خطأ تاريخي، خطأ من عبد الناصر في اختياره. السادات حكمه كارثي،
جزء كبير من اللي احنا فيه دلوقتي جذوره ترجع للسادات. ما فيش ولا انجاز عمله؟ لا. مبارك لو مبارك تنحى عن الحكم بعد الفترة الثالثة، مش هقول لك الثانية، اعتقد كان دخل التاريخ. مرسي؟ لا 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 لا، ده وهم واحد. ماشي رئيس يا استاذ محمد، ماشي يعني يعني انا كتبت ده يوم ما دخل القصر الرئاسي. طيب ان مصر اصبح لها رئيسين. طيب. عبد الناصر زعيم وطني له اخطاء الكبرى كما يوجد له انجازه الكبرى، يظل منه طهاره اليد وانحيازه للاغلبيه في الشعب. السيسي هو فيه يعني الشخصيه الوطنيه، الطهاره، مطلوب انجاز اكتر. عمرو موسى يعني رجل يعني له طموح كبير، اعتقد انه لا يناسب امكانياته. جابر عصفور مثقف كبير وليس وزيرا جيدا. ابراهيم سعده صحفي كبير لا شك وامكانياته كبيره، لكن ادارته كانت سيئه للمؤسسه. البرادعي البرادعي ده اكبر وهم، اكبر من مرسي. يعني البرادعي جاي في اطار، بالمناسبه انا بدات اكتب، انا اولا انا بكتب من قناعاتي، لا عندي اتصال ولا باخد تليفونات من حد ولا. نعم. بدات انتقد الدكتور البرادعي في العمود، ثم كتبت عنه صفحه كامله في الاخبار وهو نائب رئيس جمهوريه، لم اهاجمه بكلمه وهو راجل بيمارس السياسه يعني من بالظبط، لكن لما اصبح في منصب ممكن يعتقلني فيه، انا كتبت احذروا هذا الرجل. طيب في وانا بنهي حواري مع حضرتك في 30 ثانيه، ماذا تقول للمصريين في العام الجديد؟ احذروا الاحباط، احذروا الاحباط. انا شايف مصر تانية بتتولد، قادمة قوية عافية. لازم نكون صادقين مع رئيسنا، لازم نكون داعمين له، لكن عليه ايضا ان يصغي الى الاصوات المخلصة. انا بشكر حضرتك استاذنا الكبير المثقف العربي الكبير جمال الغيطاني على هذا الحوار. والله انا اللي بشكرك. العفو العفو. يعني انت يعني اتحت لي فرصه بلطفك وباسئلتك ان اقول ما لم اقوله. انا بشكرك استاذ كمال، وسنه جميله علينا كمصريين وعلى كاتبنا الكبير جمال الغيطاني، وتظل تمتعنا بكلماتك. شكرا. على صفحات الاخبار واخبار اليوم. بشكر حضراتكم ونطلع فاصل وفقرات برنامج مساء الخير. من أول يوم في البرنامج كنا حريصين على أن كاميرات مساء الخير تجوب محافظات مصر. زرنا عدد من المحافظات، طبعا هنعرض الجزء الخاص بالصناعات، الجزء اللي فيه أمل، بس مسحنا محافظات كثيرة جدا بمشاكلهم بقضاياهم. من ضمن المحافظات اللي احنا زرناها كانت محافظة الوادي الجديد اللي بتشكل 44% من مساحة مصر. والله العظيم الواحد وهو يمشي يلاقي التربة هناك سمرة حسب تعبير الفلاحين، اللي هي صالحة للزراعة. قعدنا مع أهالي وسكان محافظة الوادي الجديد، عدد سكانها في حدود 250,000 نسمة، 52,000 عايشين على 44% من مساحة مصر. الاسم انها صحراء، بس عايز اقول لكم فيها خير كتير جدا. والله الوادي الجديد فعلا لو جرى الاهتمام بيها، هي مش محافظة، هي مصر. مصر موجودة كلها في محافظة الوادي الجديد، فيها صناعات يمكن احياء زي صناعه الفوسفات،
فيها ايضا زراعه، فيها مياه جوفيه. تخيلوا كل اهالي الوادي الجديد عايشين عليه، ما عندهمش خط مياه نيل، شغالين على المياه الجوفيه. نسبه يعني المياه مياه رائعه، ما ينفعش واحنا طالعين كده على الهواء اقول لك مياه انضف من مياه نهر النيل، ولكن فعلا اهالي الوادي الجديد عندهم مشاكل اخرى. عارف ايه المشكله الاساسيه؟ ما عادش بيزرعوا، ما عادش مهتم بيهم، سايبين ارض مصر بهذا الشكل. تعالوا نشوف الوادي الجديد قصته وحكايته. احنا عندنا الوادي الجديد بدون مبالغه هو كنز مصر الاستراتيجي المهمل. عايز تحل مشاكل مصر؟ تقديري، رايي قد لا تقتنع به، بس والله العظيم لان انا رحت وشفت وعشت هناك 5 6 ايام، عايز اقول لكم هي كنز مصر الاستراتيجي. حل مشاكل مصر فورا، الحكومه باكمل كل وزرائها يروحوا فورا الوادي الجديد ويعيشوا هناك كم يوم، والله هيطلعوا مصر نقله تانية جدا. اتمنى ان الحكومه تهتم. تعالوا، مش عايز ارغي كتير، اخدكم على الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وأقلها برضو من حيث السكان، وهي بالنسبة لكل خبراء التخطيط بتعتبر مصر الاحتياطية. ليه لأ؟ ومساحتها تقريبا نص مساحة مصر بالكامل، وفيها من الإمكانيات والموارد والآثار اللي يخليها كنز مدفون. من 100 سنة الإنجليز اهتموا بالوادي الجديد وعملوا محطة سكة حديد وسابوها لنا. احنا عملنا ايه؟ هل طورناها؟ ابدا، احنا قلعنا قضبان السكة الحديد وعملنا المحطة اللي انا واقف فيها دلوقتي وبصور كافتيريا، وزي ما حضراتكم شايفين سيبنا ديسكار عربية البضاعة دي من ايام الإنجليز. يا اللي رايح على المكان اللي احنا قاعدين فيه ده، ما تبقى من محطة سكة حديد عملوه الانجليز. عايزك تحكي لي عنه. الانجليز فكروا في استثمار في الصحراء الغربية، فانشأوا شركة في لندن اسمها شركة مصر الغربية، وحضروا الى مصر. بدأوا يفكروا فيهم انهم يرسلوا عيون ليهم او تاجر او تجار من ابناء قنا الى هذه المنطقه يدرس كيفيه اقرب نقطه التقاء مع وادي النيل، واخذ كل المعلومات من الناس هنا ورجع تاني للشركه في قنا او فرع الشركه في قنا، وقال لهم ان اقرب نقطه التقاء هي محافظه سوهاج، وبداوا ينشئوا خط سكه حديد دلتا صغير زي قطار غرب الامريكي من شمال فرشوط، وفرشوط تبع القنا، وجنوب ابو طشت اللي هو تابع لمحافظه سوهاج. رصيف 20 متر وسموه مواصله الواحات. طيب ايه المعوقات حاليا ان احنا نوطن الملايين دي ونستثمر؟ يعني اذا كانت هي ارض واعده بهذا الشكل، ناقص ايه مثلا؟ صنع قرار، اراده سياسيه؟ اراده سياسيه قادره على صنع قرار استكمال مشروع جمال عبد الناصر والوصول به من الخارجه او من الداخل لفرافر، زي ما عملوا من خارج باريس. هيوطن الناس، هيستصلح اراضي. كانوا بيسلموا المواطن اللي جاي من الصعيد بيت مستلزماته كامله، بعشه فراخ فيها 20 فرخه، بحظيره فيها بيارتين كويس، وبحظيره اخرى فيها 5 معزات. علشان مصر أكبر متحف مفتوح في العالم، كان نصيب الوادي الجديد آثار من الحضارة الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية. ده غير طبيعتها الخلابة وجوها النقي، وكلها دي مقومات سياحية لم تشفع لها إن الدولة تحطها على خريطتها السياحية بالشكل
اللي يليق بيها. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي. قطعنا مسافة كبيرة علشان نيجي المكان الأثري ده اللي بيجوه سياح كتير من مختلف دول العالم. احنا واقفين فين؟ ده كان أصله إيه؟ إيه أهميته؟ معايا هنا أستاذ مدحت سعد مرشد سياحي، وعلشان يكلمنا على المكان ده. مساء الخير مدحت. مساء النور يا فندم. قول لي احنا واقفين فين وايه تفاصيل المكان ده؟ المكان كله ككل يسمى بالعربي بنقول عليه لبخه. قلعه رومانيه بتبدا كفكره معسكر صغير، منطقه مراقبه، نقطه مراقبه عملها الرومان. عملها الرومان. يراقبوا ايه؟ يراقبوا حاجه اسمها درب الأربعين. نعم. اللي جاي منين؟ جاي من دارفور في السودان. في السودان. شايل ايه؟ كل انواع البضاعه اللي تتخيلها. طريق تجاره عالمي. مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر مصر جميله. وانا في زياره اللبخه طلب مني سائح الماني شاب متخصص في الاثار انه يقول شهادته عن السياحه في مصر، وكان عايزني انقل شهادته للعالم كله. بصراحه رسالته اسعدتني. It's safe, and what you see in Tahrir on the news is not the whole country, and it's quiet for the most part. People are friendly, very very welcoming, and yeah, okay, there are risks, but there's risks in London or New York, or it's exactly the same anywhere. So don't believe what you see in the news. Come to Egypt. This is the best time to come. نخلتين في العالم يا بلح ومدوى، يا نخلتين على نخلتين طابوا فلال الهوى. مصر فيها 13 مليون نخلة، وده رقم قليل جدا بالنسبة لإمكانيات مصر الزراعية. يعني مثلا بعض الدول زي الإمارات والسعودية هنلاقي إن عندهم أكتر من 40 مليون نخلة زرعوها في العشر سنين الأخيرة، وحققوا من وراها أموال كتيرة جدا، وفتحوا بسببها صناعة وتجارة ضخمة. هل أقدر أملى مصر كلها نخيل؟ مصر بالفعل مهيئة لتكون أكبر مصادر تخيل في المنطقة العربية. جونا مناسب جدا لكل أصناف النخيل. أنا مقدم مشروع لزراعة 20 مليون نخلة على شكل الري والصرف في مصر. عندنا في مصر 55 ألف كيلو متر شبكة ترع ومصارف. انا بقترح مجاري مائيه في كل قرى ومدن مصر. نعم. بخلاف البذور المائيه بقترح زراعتها باربع صفوف مستقيمه من اشجار النخيل، بحيث تدي منظر جمالي. تدخل في سنويا 25 مليار جنيه سنويا. التكلفه هجيبها منين؟ في كذا نظام للتكلفه. ابسط نظام اللي هو الحكومه بتدي الفاسيه للفلاح وبتستورد ثمنها من خلال عائد النخله. اللي في دراسه جدوى معموله في المركز القومي للبحوث، مركز بحوث زراعيه، قال ان عائد النخله في السنه 1250 جنيه، وده رقم متدني جدا. نعم. انا بقترح زراعه الاصناف الاجنبيه، اصناف اللي لها قيمه تسويقيه عاليه، الاصناف اللي لها سعر عالمي، مش اصناف واللي المنتج بتاعها كبير. بالظبط، يعني انتاجيتها عاليه زي صنف البلح والمجهول. طب خلينا نشتغل على 1250 لحد الادنى. تمام. الفسيله بتاعت النخله دي بكام؟ 250 جنيه الاصناف الاجنبيه، وعلماء توصل هاخد ال 250 من الفلاح بعد ما ما يجيب ال 1000. وحضرتك كمان في عندنا في مركز البحوث الزراعيه والمركز القومي للبحوث توصلوا لانتاج الاصناف الفاخره من النوايا. نعم. فبالتالي ثمنها بقى 5 جنيه و7 جنيه و8 جنيه. النخلايه الفسيله. الفسيله اللي هي من افخر الاصناف. اول ما تقول لحد انا رايح الوادي الجديد يقول لك على طول ما تنساش تجيب لي بلح معاك، وده بالمناسبه اللي حصل معايا، وده علشان ان بلح الوادي ليه طعم ومذاق مختلف عن اي بلح تاني في العالم. الوادي الجديد في 1,700,000 نخله بتنتج سنويا 60,000 طن من البلح الخام من مختلف الانواع، اهمها واكثرها بالوادي بلح بيسمى بالبلح الصعيدي، لانه بيحقق عائد اقتصادي كبير جدا. انا في احد مصانع التعبئه والتغليف اللي داخل المجمع. انا عندي مراحل التصنيع بتاعه البلح، بيبدا من اول ما نجيب البلح من المزارعين في موسم انتاج البلح، وبنخزنه في مبردات تحت تبريد 17 درجه مئويه، وبعد كده بيخش عندي في سلك التصنيع عند الاحتياج ليه لتصنيعه. بصنع البلح اول حاجه بيتغسل، بيخش مجففات عشان انزع الرطوبه اللي داخل فيه من الغسيل، وبعد كده بيتبرد
بعد التبريد بيخش عندي في سلطة التعبئة والتغليف وبيتعبأ جميع أنواع العبوات عندي من 50 جرام لغاية 25 كيلو. البلح عندي نسبة السكر فيها عالية فبنكسر حدة السكر بنزع النوى بتاعه وبنعبيه بلح بالفول السوداني بلح باللوز. في أنواع تانية تغطيس بلح بالشوكولاتة لتغيير شكل المنتج أو إضافة منتج آخر للبلح. الطاقة الانتاجية عندي بتديني حوالي 80% منه بيتصدر، فكمية البلح اللي بيتصدر بدون أي إضافات، كل المنتج بتاعه بيتعبأ للسوق المحلي سواء لوز أو سوداني أو شوكولاتة. أما البلح اللي بيتصدر بيبقى بدون أي إضافات وبنصدر 80% من إنتاج المصنع بتاعنا هنا. مش قلت لكم كل حاجة في النخلة بيتم تصنيعها؟ حتى بواقي مخلفات النخيل في الوادي الجديد بيطلعوا منها سماد عضوي لتحسين التربة الزراعية. النخلة في الوادي الجديد من آلاف السنين. نعم. آلاف آلاف السنين. والنخلة مميزة والنخلة قريبة جدا من أبناء الوادي الجديد، ومن حسن حظنا أن الوادي الجديد بيقع تحت حزام زراعة النخيل، بمعنى أن بينجح عندنا زراعة النخيل الجاف والنصف جاف والرطب. تمرايا اللي في الوادي الجديد مميزة عن تمور مشهورة في الوطن العربي؟ أنا هقول لحضرتك حاجة بس بسيطة، أن عندنا الأصناف النصف جافة دي تتميز عن الأصناف الرطبة والأصناف الجافة في أنها قابلة للتشكيل وقابلة للتصنيع وقابلة للتداول وقابلة للتخزين بدرجة عالية جدا. يعني أنا ممكن أخد البلحة بتاعتنا دي أشكل فيها زي ما أنا عايز، أعملها عجينة وبعد العجينة أعملها ممكن مخلوط، وبعد المخلوط المية أخد منها جلوكوز، أخد منها عسل اللي هو الدبس، أخد منها كحلات، أخد منها كل الأصناف دي. فإحنا بناخد الجريد وبنفرمه أو الجذوع أو حتى الصباطة، بنفرم ده كله وبنعمل منه حاجة سماد عضوي اللي هو الكمبوست. كذلك إحنا ممكن بناخد الجريد ده بنعمل منه صناعات حرفية، وبنعمل منه خوص، وبنعمل منه خشب أرابيسك، وبنعمل منه يعني 200,000 مواطن في الوادي الجديد شغالين على النخلة. النخلة أساسي عندنا في الوادي الجديد وعليه اقتصاديات عالية جدا. طب قولي إنتاج الوادي الجديد من التمور قد إيه؟ إنتاج الوادي الجديد يتخطى 60,000 طن سنوي. ممكن يزيد عن كده؟ طبعا، يوم ما يطلع بير ويطلع عليه كافة زراعات بما فيهم النخيل. فإحنا يعني إحنا عايزين توفير أبار جوفية، أبار جوفية أو وصول للمياه بتاعتنا اللي موجودة في ترع التوشكا توصل لنا لهنا الوادي الجديد. الواحد والله بيتعجب إنه يبقى عنده 3.5 مليون فدان صالحة للزراعة والحكومة بتروح تفكر، أو فعلا الحكومة بتستورد أكلنا من الخارج، بينما لو جت هنا وزرعت 3.5 مليون فدان مش هتأكل الشعب المصري بس، ده هتأكل شعوب المنطقة. الأسكندرية، أسكندرية مارية، الأسكندرية الجملة الشهيرة عروس البحر المتوسط، بس هل لا تزال عروس البحر المتوسط؟ الإسكندرية مش شط بس إن احنا نروح كمصريين أو كقاهريين إن احنا نروح نتفسح ونقعد على البحر شوية ونرجع، الإسكندرية فيها حاجات كتيرة، فيها مثلا صناعة سفن مهملة. زورنا منطقة في الإسكندرية ممكن تسمع عنها كده وتقول يعني مش حلوة، منطقة المكس. منطقة المكس هي فينيسيا لو جرى الاهتمام بيها سياحيا، لكن احنا للأسف بنبيد منطقة المكس عبر صرف المصانع هناك في قلب هذه المنطقة. تعالوا نشوف منطقة المكس وازاي نقدر نحطها على خريطة مصر السياحية لو جرى الاهتمام بيها من قبل وزارة السياحة وزارة البيئة. رحنا قعدنا مع أهلينا في قلب المكس وقلنا لهم مشاكلكم ايه وقدمناها للحكومة، بس فكركم كل حاجة اللي احنا قدمناها للحكومة حد اهتم؟ يعني ربما بيناموا بدري علشان البرنامج بيجي متأخر، ربما عذرهم معهم. تعالوا نروح نشوف المكس وكاميرا مساء الخير صورت لكم ايه من هناك. اهم المشاكل اللي بتقابل الصيادين هنا في منطقة المكس؟ اهم مشاكل المية اللي مليانة بلاوي تلوثات دي.
يا نهار ابيض، منعت السمك وبوظت الدنيا عندنا. بس دي ميه عذبه، ميه نيل. ما هو الشركات اللي عماله ترمي عليها مواسير بتطلع ريحه ميه نار. ما طب الشركات ايه؟ الشركات جوه بس عامله خطوط بترول. كلها بترول، وشركه النحاس وشركه بترول. يعني حكومه، حكومه طبعا. بيرموا في النيل هنا، بيرموا ويجي البيئه، مش البيئه ما تعرفش بقى بيعملوا ايه بقى جوه كلها البيئه ولا. طب البيئه تعمل ايه؟ طب المفروض قانون البيئه يمنع الحاجات دي، يمنع طبعا الصرف في النيل. امال هم قانون بيئه ازاي؟ طيب انت كصياد وانت بتصطاد بقالك سنين طويله، احكي لي الفرق بين الصيد زمان والصيد دلوقتي. طب الاول من جمال السمك، من جمال المايه، السمك بيخش في كل مكان. في كل مكان. حتى المكان دوت كان الناس تلغي البحر وشغاله في المكان ده من كتر السمك اللي هنا. كان الرزق كتير ومتوافر. دلوقتي خلاص. دلوقتي خلاص بقت، دلوقتي بقت مياه خلاص، مياه مجاري. مياه مجاري بالظبط، واكتر. يا ريت مجاري كمان. المصانع هنا اتحول النيل ده، الجزء ده من النيل لمياه مجاري. بس الصياد لو غلط وغسل ايده ورجله يهرش من كتر. في حاجات عامله حاجات بيضه لو تشوفها ايه، حاجات دي تموت سميات كلها. طيب انت بتطلع بمركبك من الماكس بتروح كام كيلو جوه؟ بروح حته بعيده عشان اجيب ميه نظيفه. لان ما فيش سمك. لا 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 لا، الميه الوسخه طرد كل السمك. وكان في ذريعه هنا ياما اللي هي الولده. اتمنعت، ماتت كلها. كل ماتت، ما تقدرش تعيش وسط. لا ما تعيش. بس انا شايف ما شاء الله صيادين كتير حوالينا، يعني الناس دي بترزق ازاي وعايشه ازاي؟ بيروحوا بعيد والميه ملوثه، بيروحوا بعيد، ربنا ما يسيبهمش برضه. بيكلفوا بنزين وكيبوا مكان غالي عشان ياكلوا عيش. كان الاول بالمقاديف من غير ما تكلف اي حاجه، وبتاخد رزقك وزياده من عند ربنا. كان بسرعه تلاقي السمك، بسرعه اقرب حاجه. طب انت دلوقتي بتطلع كام كيلو جوه؟ يعني عشان اقرب حاجه 5 6 كيلو 7 8 كيلو. ولو كمان مفيش تطول 15 و20 كمان. بس كل ده على البنزين بتاعك بقى. والمركب دي تتحمل؟ تروح لحد 15 كيلو بس على بنزين بقى، تحط بنزين. طيب تعال نحل المشكله واحده واحده. لو انت قدامك مسؤول دلوقتي او مسؤول شايفك، عايز رقم واحد يعمل ايه؟ واحد يشوف المصانع اللي بترمي على الملاحه دي التسممات دي ونحها. طيب. يعمل لها خلاطات، يودع الصحراء، فلاتر او فلتر. انا ما اعرفش بقى في. طيب. الحاجات دي ايه تاني نحل بيه مشكله اهالي المكس؟ الخوازيق دي. الخوازيق اكبر موته للصيادين الغلابه. لسه واحد ميت الشتا اللي فات. لا حول الله. برز كده وعويه. خبط خبطه صغيره كده، اسمه احمد شاوي ساكن هنا، عنده بنات، عنده 5 بنات. طب قول لي انتوا كصيادين، يعني انتوا عددكم بالالاف هنا. الاف طبعا. منطقه المكس دي وهي منطقه مزدحمه كده، عندكم ايه خدمات؟ صرف صحي، مستشفيات؟ اقول لك اللي عندنا. لا قول لي ايه اللي ناقص. ما هو مفيش حاجه عندنا خالص، ما انا هقول لك الموجود. يبقى نجيب الاقل. ماشي. اللي عندنا فرن. طيب. وعندنا جزخانه. طيب. وثلاث جوامع. اللي ما يعرفش يعمل حاجه يروح يصلي. ولا في مستشفى ولا في مفيش مستشفيات. مفيش والله. ولا دكتور عياده دكتور حتى. ما هيجي هنا ازاي؟ ما هيجي بقى فين في الناس الغلابه دول؟ بعيدا عن المكاتب المكيفه والاستوديوهات المكيفه، نزلنا ومشينا في شوارع اسكندريه وشواطئها، وحبينا نسمع من الناس اوجاعهم مطالبهم، ونسمع منهم الاهم تقييمهم لاداء المسؤولين في الاسكندريه. سيبنا في نسيا البحر اللي هو الماكس، وجينا على الماكس على الارض عشان نشوف مشاكل الناس على الحقيقه. حنان ازيك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الدنيا بيس وزي الفل؟ لا لا، ليه كده؟ زي ما حضرتك شايف المسؤولين ما شاء الله منفضين لكل المواطنين مش احنا بس. عندكم مشاكل ايه هنا؟ احنا اولا عندنا مشكله عويصه مش لها حل اصلا، اللي هي المواني دي، المساكن، المباني اللي ورا حضرتك دي. كلها مباني اثريه من ايام الانجليز، والناس دول متوارثينها. وكان زمان بيدفعوا مقابل انتفاع 10 قروش و5 قروش وكده. المواني جت رفعت الايجار، خليته 22 جنيه. هيئه المواني. هيئه المواني. هيئه المينا خليته 22 جنيه هنا بره، وعندنا بره في الاكشاك 67 جنيه لحد 70 جنيه. وعملت لنا حجز على المواطنين وعلى المنقولات للناس المتوفيه، وعامله لنا ازالات ومبهدلانا اخر بهدله، ورفعنا قضايا واشتكينا في الجرايد وفي كل حاجه، مفيش حد بيسمع ولا حد بيسال فينا.
ابواب محافظين الاسكندريه ما كانتش مفتوحه؟ باب المحافظ للاسف ساعة التصوير والميديا والاعلام، لكن للاسف مش حد بينزل لنا، مفيش حد. طب ايه المشكله ان يحل يعني يجي يسمع وياخد قرار؟ شايفه فين المشكله؟ احنا جايين هل يمكن مثلا القرار اكبر منه مش في ايده مثلا؟ لا بالعكس، المحافظ رئيسكم الجمهوريه في محافظته، يعني المحافظ لو نزل خد العربيه وتمشى في اسكندريه خدها من اولها لاخرها اسبوع بس هتلاقي اسكندريه دي يعني روما. بس للاسف مفيش حد بيهتم بغرب اسكندريه، غرب اسكندريه ده تعتبره مثلا حاجه بره المحافظه. الصعيد يا ريت الصعيد، على الاقل الصعيد بيطلع في التلفزيون. غرب اسكندريه من اول محطه مصر وانت طالع لحد ال 21 ما حدش بيسمع حاجات مرميه. بالظبط، مواطنين درجه 7 مش طيب. مش تانية. ايه مشاكل تانية بتواجهكم في منطقه الماكس او منطقه غرب اسكندريه؟ غرب اسكندريه الرصف لازم تطلع في التلفزيون تكتب 10 20 شكوى عشان يترصفوا عشان يصلحوا لك الصرف الصحي، علشان البوليس هنا المنطقه ما فيهاش مرور، الجيز زي ما انت شايف حضرتك قافل على نفسه، هنا بتيجي ناس بالليل تنايات بيشربوا بيخدروا بياخدوا وترمي كده بالليل هنا، والناس مستقيل جدا من المواضيع دي ومفيش امن. ليه؟ طب ما في جيش اهو. الجيش ملهوش دعوه بالحاجات كده، الجيش البحر بس والحاجات اللي طالعه من البحر. مع ان المنطقه دي اصلا بعد كده مش هي اللي بتهرب منها روس. ده لو عمل بوابه هنا قفل المفروض المراكب دي ب 24 ساعه عليها مراقبه لان بتيجي مراكب من خارج اسكندريه بترمي حاجات وبتاخد الروس المتهربه كله. محدش بينزل لها البحر. يعني الاهالي هنا بيعانوا من البلطجه بالليل. طبعا حضرتك اسال وشوف هنا في عربيات التنيه دي ليه مفيش نقطه شرطه ولا حاجه؟ نقطه الشرطه للاسف الوحيده اللي ماسكه الماكس الشاليهات والترمبات وادي القمر وكل الحته دي في عند زفير سوري عند المطعم قدام في بعد اسكندريه البترول. نقطه شرطه ما فيهاش غير امين شرطه واثنين عساكر ولا يحلوا ولا يعملوا حاجه. كلنا تبع اسم الدخيله اللي هو عند شركه حديد الصلب كل المنطقه دي. طب مش عندكم انتخابات مجلس الشعب جايه صوتكم يوصل؟ المنطقه دي كلها منطقه حدوديه ما بين حي العمريه وحي غرب. ده معناه ايه؟ فاهمين؟ معناه ان اللي هنا الناس اللي هنا ينتخبوا اللي في حي اللي تبع الدخيله والعمريه، لكن الخدمات تبع حي غرب تبع مين البصل. فهنا ما حدش بيجي ولا بيسال لان هنا ما لهمش اصوات اللي عايزين منه الخدمه واللي بينتخبوه ما بيخدمهمش. طب نحل ازاي؟ نحل ازاي بقى؟ هنا تبقى تبع مين البصل. تبع حي غرب عشان احنا خدماتنا وكله تبع مين البصل. الحاجه الثانيه هنا المحافظ ينزل يشوف الدنيا فيها ايه. من ضمن المحافظات اللي احنا اهتمينا بيها وزرناها وكل المحافظات بالنسبة لبرنامجكم مساء الخير مهمة، كل شبه في ارض مصر مهم، كانت محافظة الفيوم. الفيوم يا اخوانا تقريبا هي من افقر محافظات مصر، افقرها حيث التنمية لكن فيها ثروات غير عادية. الفيوم تستطيع ان تحولها الى قلعة صناعية، تستطيع ان تحولها الى مكان سياحي جميل جدا. الفيوم غنية بس يمين يهتم. رحنا وصورنا بكاميرات مساء الخير وبدأنا مثلا ببحيرة قارون اللي احنا نروح كده كقارين مسافة السكة نص ساعة ونرجع. بحيرة قارون يمكن تحويلها الى منتجع سياحي عالمي لو جرى الاهتمام بيها. صورنا ايضا مشاكل اهالينا في الفيوم، من المشاكل الاساسية ان الصيد احد الانشطة الاقتصادية المهمة لاهالينا في الفيوم، لكن للأسف مصايد الاسماك بحيرة قارون تقريبا شبه معدومه، ما فيهاش سمك علشان فيها صرف ومبيدات وبيؤدي ده الى وفيات الزريعه او السمك. عايز اقول لك الصياد بيقضي يومه كله لو عرف يطلع بكيلو كيلو ونص سمك يبقى ربنا كرمه، بس ده هياكله ولا هيبيعه ولا هيعيش منه؟ علشان كده الصيادين في الفيوم بيركبوا مواصلات يروحوا للصعيد، يروحوا لاي منطقه او حتى البحر الاحمر عشان يصطادوا سمك ويرجعوا لاهاليهم، ومن هذه السفريات بتحصل الكوارث على الطرق والوفيات. الفيوم ارجو ان تكون محل اهتمام حكومه مصر في 2015. تعالوا نشوف الفيوم مشاكلها وايضا نحطها امام مكتب المسؤولين. نقدر نسمي الفيوم مصر الصغرى لان الفيوم بتجمع معظم صفات مصر في مكان واحد.
سواء على مستوى الموارد الطبيعية أو حتى البشر. في الفيوم هتلاقي المجتمع الزراعي والمجتمع البدوي والمجتمع الصناعي، حتى مجتمع الصيد هتلاقيه موجود على ضفاف بحيرة قارون. وكمان مش ممكن ننسى ان الفيوم من اهم المحافظات السياحية في مصر لو احنا احسننا استغلالها. عندها مجموعة من البحيرات زي بحيرة قارون ووادي الريان ووادي الحيتان وكتير من المحميات الطبيعية اللي عمرها تجاوز ال 40 مليون سنة. علشان كده خدنا كاميرات البرنامج وقلنا نروح نشوف وننقل لكم جمال وحلاوة الفيوم، ونفكر معاكم وبصوت عالي ازاي ممكن نطور بلدنا ونستفيد من مواردها. بحيرة قارون اللي حضراتكم شايفينها بحيرة أثرية من أيام الفراعنة وليها تاريخ كبير عندنا، كان يمكن الاستفادة منها لتنمية الثروة السمكية وأيضا الاستفادة منها سياحيا، لكن للأسف لو زرتها مش هتلاقي أي حاجة من كده. علشان كده إحنا جينا هنا وبنطالب الحكومة أن تضع بحيرة قارون على جزء من أولوياتها لتطوير. تعالوا نشوف هذا اللقاء اللي بيحكي عن هذه البحيرة تاريخيا وكيفية الاستفادة منها. عاوز اعرف من حضرتك قصة بحيرة قارون. البحيرة دي بدأت من قديم ايام قدماء المصريين، كانت في الاول اسمها بحيرة مورس وكان بتستقبل فيضان النيل، بعد كده انحصر عنها النيل وبدأت تبقى بحيرة مغلقة بمساحة 55 الف فدان اللي هي المساحة الحالية ليها، وبعمق 44 متر تحت سطح البحر الابيض المتوسط. يعني هي منخفضه. منخفضه جدا. هي اقل نقطه منخفضه في الفيوم. اقل نقطه منخفضه في الفيوم. وبالتالي بيحصل فيها ايه بقى؟ تستقبل صرف. هي بتستقبل اساسا الصرف الزراعي، بتستقبل كمان الصرف الصحي والصرف الصناعي وجميع انواع الصرف. ده كده تبقى مكان ايه، ملوث؟ طبعا. تعالى نتكلم خطوه لقدام، ازاي اوظف البحيره دي اقتصاديا؟ اي مكان فيه تلوث ننقيه. المية اللي داخل البحيرة ممكن إنشاء محطات تنقية للمية دي قبل ما تصبها في البحيرة. نعم. والمسألة مش صعبة. عايز تكاليف كتيرة؟ مش كتير، مش كتير، لا مش كتير. هم مصبين أو ثلاث مصبات رئيسية، المصبات دي ممكن ينشأ عليها محطات تنقية، وبالطريقة دي تضمن إن المية اللي داخلة يعني إلى حد ما مقبولة. عاوز اعرف منك عدد الصيادين في الفيوم قد ايه؟ 13000 صياد بيمارسوا المهنه فعلا. ايوه بيمارسوا مهنه الصيد، ما عندهمش حاجه غير الصيد. طب معتمدوا في الصيد على ايه؟ على البحيره؟ على البحيره، والبحيره لما بتعدم بيمشوا اسوان. طيب ايه الحل؟ الحل البحيره عاوزه الميه بتاعتها تلوثت. الصرف الصحي عاوز الميه. البحيره مقفوله والصرف الصحي نازل عليها لوثها. نعم. عدم السمك موت السمك، وجاب دوده في البحيره بتاكل السمك. نعم. يعني انت زي ما انت شفت حضرتك دلوقتي المركب بيسرح يجيب كيلو كيلو ونص. يا الله. ده مش جايب هم السولر او جايب ولا جايب اي حاجه خالص. طب ما قابلتوش حد، ما جالكوش مسؤول من وزاره الزراعه من هيئه والله احنا السمكية. نشدنا ورحنا الرئيس الهيئه مصر وقلنا له وقال انا هعمل واسوي، شغال في البحير الثاني بحيره البرولس والعريش وما اعرفش، او شغال في البحير بتاع كفر الشيخ وسايب دي، مهمش بحيره قارون خالص. مهمش. فالنتيجه ان انتوا كصيادين بتطلعوا على اسوان. بالظبط. دي اقرب حاجه ليكم؟ مش اقرب حاجه، وفي ناس في الغردقه. وفي ناس في اسكندريه. شايفين المكان الجميل ده؟ متأكدين حضراتكم قد ايه في اماكن جميلة في مصر؟ ده منطقة الشلالات داخل محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم. مش كل مواطن مصري يعرف هذا المكان، بس على الاقل بقولك ان في حاجات جميلة في مصر. عايز اسألك سؤال، تفتكر هذا المكان البديع اللي موجود على الارض المصرية احنا استفدنا منه استفادة كاملة؟ الاجابة المؤكدة لا. وانا بزور هذا المكان وبنصور
صدفة أو فجأة. أنت شايف المحمية دي كأثر بيجي لها سياح أجانب؟ عندي زائرين سنويا، آخر إحصاء لهم 180 ألف زائر. بس الأجانب نسبته قد إيه؟ لا، الأجانب أغلبية الزيارة بتاع الأجانب في وادي الحيتان. تونس الخضراء هي حكاية قرية مصرية فرضت تطويرها على المواطنين قبل المسؤولين. المكان الفريد للقرية اللي على بحيرة قارون خلاها قبلة لكل عشاء الجمال والهدوء. المنظر اللي ممكن تشوفه من قرية تونس صعب تلاقيه في أي مكان تاني. أقرب ما يقال عن قرية تونس إنها لوحة فنية بتجمع بين جمال الخضرة ولون المية ورحابة الصحر. حكايتها بدأت في أواخر القرن الماضي لما حرص مجموعة من الفنانين والمثقفين على تغيير ظاهرة الهجرة من القرية للمدينة إلى الهروب من زحمة العاصمة. أنا جيت زمان في زيارة للصديق الشاعر الكبير سيد حجاب، وهو يعتبر أول واحد جه هنا وبنى بيت وبدأ يعزم أصدقائه الكتاب والفنانين ييجوا. فأنا جيت أول مرة أفتكر سنة 79 وعجبني المكان، بنيت بيت صغير وحواليه جنينة وبدأت أعيش هنا أنا وأولادي. بدأوا أصحابي بقى إيه يعرفوا إن أنا هنا، فبدأوا ييجوا بالعشرات في الخميس وجمعة وسبت. فأحدهم اقترح إن إحنا نعمل شاليهات أو عشش في قطعة أرض أنا بمتلكها خارج جنينة البيت علشان أصحابنا الكتاب والفنانين ييجوا يقعدوا فيها يشتغلوا بدون ما يزعجون. الفيوم من أغنى محافظات مصر بكل المقومات اللي المفروض تعمل سياحة ضخمة، بس سياحة أغلبها سياحة ثقافية، يعني سياحة المواقع الأثرية. وإضافة إلى كده فيها برضو طبيعة متنوعة جدا، ويكاد يكون المكان الوحيد في مصر اللي تجتمع فيه المية والخضرة والصحراء جنب بعض. بعد ما شفتم كل الجمال ده اللي موجود في بلدنا، يبقى السؤال اللي بنتمنى نلقاله إجابة: لحد إمتى هنفضل ناسيين ثرواتنا بالشكل ده؟ ولحد إمتى هنسمع عن خطط ووعود أغلبها وهم؟ ولحد إمتى هنفضل نبكي على اللبن المسكوب؟ خلاصة القول يا سادة: الفيوم جوهرة مش محتاجة غير شوية اهتمام من ناس بتحب البلد دي بجد. دمياط كان ليها حظ في برنامج مساء الخير، وزورنا محافظة دمياط في بدايات إطلالة مساء الخير على حضراتكم. رحنا، فاكرين حضراتكم الجيل اللي تربى على عايز تشتري عفش عروستك مراتك، عايز تجدد عفش بيتك لو كان معاك قرشين زيادة، تطلع على محافظة دمياط الشهيرة بصناعة الأساس. بس رحنا لقينا مشاكل كتير، تعرفين في غزو ماليزي تركي اندونيسي صيني للاساس في مصر، وصناعه الاساس في مصر اللي بتغزو او اللي كانت بتغزو كل اسواق العالم للاسف حالها لا يسر عدو ولا حبيب. وكانت مفاجاه بالنسبه لي، عرضنا مشاكل صناع الاساس في دمياط وقدمناها للحكومه المصريه. واتمنى زي ما جددنا هذا الطلب في خلال عام 2014، في 2015 أتمنى صناعة الأساس في مصر أو في دمياط تجد لها حل، وأتمنى أن يكون المنتج الدمياطي موجود في كل أسواق العالم عبر سفارات مصر في الخارج، وأن يكون هناك معرض دائم للأساس المصري في كل سفارات العالم. أيضا في دمياط هكلمكم عن صناعة المشبك، إحدى الصناعات المهمة في دمياط، ومن الممكن أن احنا تكون حاجة تشغل ولادنا نصدرها ايضا للخارج. تعالوا نشوف كاميرا مساء الخير رصدت ايه في دمياط.
الأرقام بتقول إن مصر بلد مش منتجة للأخشاب، وإننا بنستورد سنوياً 1.5 مليون متر مكعب، لكن الواقع بيقول إننا بلد متميز في صناعة الأساس، مش بس في المنطقة والله، لا ده في العالم كله. كمان الأرقام بتقول إن 75% من صناعة الأساس في مصر بتتعمل في محافظة دمياط، البلد اللي ما تعرفش كلمة بطالة. دمياط اسمها لوحده علامة تجارية. دمياط دي جنة بأرض الله ومنتجاتها ما شاء الله، الله على دمياط الله، الله على دمياط الله. يا لكاري يا تركيا ايه الله، يا الصوار يا صنايع. معروف عن دمياط أكبر بلد إنتاجية في صناعة الموبيليات، وأني معروف دولياً أغلى شهرة في العالم وأفقر صانع على مستوى الجمهورية، لأن صانع دقيق بصنع حسب أصول المهنة. بنتمنى المسؤولين يراعم قلب الخامات الجيدة علشان الزبون يخرج مرضي. الخلطة السحرية اللي ادت دمياط شهرتها في صناعة الموبيليا هي دقة ومهارة الأويماج الدمياطي أو الفنان الدمياطي، اللي بيتعامل مع كل حاجة تعدي من تحت إيده على إنها قطعة فنية لازم تظهر عليها بصمته. أنا النهاردة لما بتكلم على صناعة الأساس في دمياط لازم أتكلم على الأويماجي. حاج حمدان ده شيخ الأويماجية كلهم في دمياط. أول حاجة يعني إيه أويماجي؟ دي هي مش أويماجي، هي زخرفة موبيليات. ده الاسم بتاعها. الأساسي بتاعها. زخرفة موبيليات. طب أنا دلوقتي يعني أنت بتعمل حاجة جميلة زي اللي أنا قدامها دي. دي إيه؟ حاجة تصنيع مصنع ولا حاجة يدوي؟ يدوي. يدوي. يدوي، كله يدوي. حاجة زي كده أنت قاعد عمال تصنعها بإيدك؟ بإيدي. طب مين اللي مديك الرسمة؟ أنا اللي برسمها. أنت اللي بترسمها؟ أرسمها، نفذ، أرسم ونفذ على الخشب. ويماجي من زمان يا حاج حمدان؟ بقالي أكثر من 50 سنة. ويماجي يا فنان يا عم الفنانين، يا أروع ما رسم على مر السنين، يا أبو مخ من ذهب ليك القلوب بتميل، يا مدلع الخشب ومرقص الأزميل. يعني الخشبة دي بتجيلك كتلة واحدة كده؟ كتلة واحدة. وبعدين وانا بنفذ بقى ارسمها الاول. بترسمها على ورقة؟ على ورقة. وبعدين بتجيب الورقة وبتحطها على الخشبة على الخشبة وعلى الشغل عليها. طب الشكل ده بيجيلك ازاي؟ من عند ربنا، موهبة من عند ربنا. فن بقى. خايف على صناعة القويمة؟ طبعا. من ايه؟ من مكان. احنا مشهورين بالهاند ميد، الشغل اليدوي بره؟ طبعا. يعني هو شغل هنا اليدوي لا يقال عليه. تسألني من انا وهنزعل من بعض ليه؟ دمياطي انا دمياطي، وبتتكلم في ايه؟ ما انا ابني تحت باطي لسه هدور عليه، وبراعي ربنا واحن منه ما فيش، على خشب الورد انا بوصف لك ازاي انا بعيش. كل ما بشوف منتج مصر جميل بقول ليه يا ربي المنتج ده ما بيغزوش دول العالم. كنت بسأل طب الحاجات الجميلة دي ليه ما بتتصدرش لدول كتيرة في العالم. خلينا النهاردة أنا مع واحد من أشهر أصحاب المعارض في دمياط. ليه المنتج المصري ده ما بيقدرش يغزو دول العالم؟ بتغزو دول العالم؟ جميل. يعني أنت موجود في كل دول العالم؟ إن شاء الله. طب إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك؟ الحكومة توسع لها مجالات أكتر من كده ما فيش. توسع مجال زي إيه؟ يعني تعمل زي الأسواق الخارجية. اللي هتفتح لك منافذ للتصدير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تشيل من عندي اعباء موجودة على المنتج وهي زيادة الجمارك. نعم. دي اعباء كتير قوي. طب مش انت لما بتزيد الجمارك والضرائب مش انا اللي بتحملها في الاخر كمستهلك؟ المواطن المستهلك ده هيتحمل ايه؟ مش فارق معاك، هيتحمل ايه في الاخر؟ ما هو لازم هكسب، بس هو اللي بيستهلك ده هو متحمل ايه ولا ايه؟ المواطن يعني. المواطن اللي جاي ياخد. قلبك على المواطن يا حاج. امال ايه؟ مش هو المواطن ده مش ابن ابنك؟ فالنهارده لما اجي ازود عليه عيب المفروض هو يشيل من عليه، طب ما تشيلهولي. في استيراد او طلبيات ممكن تجي لك من دول اجنبيه مش انت تحديدا، معظم الصناع احنا امريكا اخدت منها الضغط الاول. امريكا. امريكا.
الحفر ده ما فيش اي حد يعمله في العالم الا دمياطي. دمياطي ولا بعمله. أنا في نقطة متميزة جدا في مصر، ده المكان اللي بيتقابل بيه نهر النيل مع البحر المتوسط. المكان ده عمل لأهل دمياط انفتاح كبير على العالم. استفادت بيه دمياط في الأول إن على يمنا دول الشام. فابتدى هنا المواطن الدمياط الصنايعي بقى الجد قدر يستفيد من خبرات دول أو أهالي الشام في صناعة الحلويات. مش معقولة نيجي دمياط من غير ما نتكلم على صناعة المشابك. يلا بينا أخدكم على ازاي بيتعمل المشبك والحلويات في دمياط. وحلاوة دمياط يا حلاوة دمياط. القلب شبك متشبك صنعت معلم حلواني حوشي حلاوتك يا صبية التلتمية والحوشية قولوا بقى ورد. ممكن حضراتكم وانتوا بتشوفوا المشهد ده تقولوا ده خير نقل على سي بي سي سفرة، بس عايز اقول لحضراتكم حاجة، انا عايز اعرف المشبك اللي دمياط بتشتهر بيه بيتعمل ازاي. تعالوا بقى حضراتكم نشوف عم رجب اهم واحد واشهر واحد بيعمل مشبك في دمياط. ازيك عم رجب؟ الله يخليك. كل سنه وانت طيب. بصحه وسلامه. قول لي عايز اعرف طريقه المشبك بتعمل ازاي. ايه ميه ودقيق ده اللي احنا كنا بنقلبه لحضراتكم. وخميره. وتاني يوم لما يخمر ياخد شويه ميه ويشتغل. بتروح حاطط هنا؟ بحط هنا في الحوقي على قد المقاس. على قد المقاس. ده الاسطمبه اللي يعمل فيها المشبك. وبعد كده يخش على الزيت. الزيت ده بقى جمال مغلي بقاله فتره كتيره، لازم يكون الزيت سخن. وبعد كده بعد ما بخلص الزيت، بعد ما ينزل من الزيت حضرتك بينزل كده على العسل. العسل ده معمول من ايه؟ العسل ده عسل جلوكوز وسكر. 5 دقائق 10 دقائق تشرب وتطلعها تتصفى. بس ممكن اي ست بنت تقدر تعمل مشبك. بعد ما طبخت المشبك جوه وغلفناه هنا غير ان احنا هنبيعه، عايز اقابل بقى صاحب المعرض واساله ليه دمياط مشهوره بصناعه المشبك. دمياط مشهوره بصناعه المشبك لان احنا ورثنا الموضوع ده واتعرف في محافظات مصر كلها من سنين ان دمياط زي الموبيليا وزي الالبان والحلويات من اقوى الصناعات في دمياط. طب بس مش في مشبك برضه في دول تانية عربيه بتصنع مشبك؟ هو اساسا على ما افتكر سوريا مثلا. هو اساسا المشبك جالنا من سوريا. من الشام. المشبك من البدايات. بداياته من الشام، بس هو ما جالناش بالشكل ده. ما جالناش مدور؟ لا. امال جه ازاي؟ كان جالنا طويل. وله شكل تاني خالص غير ده. احنا طورنا في دمياط المشبك. بدأنا بأحجام دايرة صغيرة لغاية لما وصلنا للأحجام دي، وبنعمل أي شكل احنا محتاجينه منه. بنصدر منه كتير تفتكر؟ بنصدر منه. طب ايه مشكلة المشبك كصناعة أو لو أنا عايز أصدره بره؟ مشكلة الخامة. الخامة بتبقى غالية جدا، ما أقدرش أعمل منتج بوصل لحد معين وبقف. ببقى عايز خامة أرخص، جودة في الخامة أحسن. الكلام ده كله بيعود على المنتج. يعني لو الحكومة دعمت صناعة زي دي واعتبرناها زي المشروعات الصغيرة وقدمت فيها حاجات كويسة دعم مالي وتصدير، 100% هيبقى منتج عالمي من بكرة. أنا لما أجي معرض هنا وبعرض فكرة المشبك، مش علشان أقول لحضراتكم المشبك بتعمل إزاي، الفكرة إن أنا بقدم للحكومة فكرة مشروع صغير. كلنا عارفين المشبك موجود في دمياط، بس إزاي الحكومة ممكن تاخد صناعة مشهورة زي المشبك كده وتخليها مشروع كبير وليه براند عالمي اسمه صنع في دمياط مشبك، ونجيب منه عملة صعبة ونشغل عمالة أكتر. يا ترى في وزير أو مسؤول في الحكومة يكون سمعنا وشايفنا دلوقتي وممكن يحول القرص ده إلى منتج عالمي نصدر منه الملايين ونجيب بيه ملايين الدولارات؟ أتمنى. تلت سكان مصر فلاحين او بيعيشوا على الزراعة. حبينا في برنامج مساء الخير ان احنا نذهب الى احدى قرى مصر ونسجل او نرصد بالصوت والصورة مشاكل الفلاحين مع السماد، مع نوعيات الزراعة، الدورة الزراعية،
حاجات كتيرة جدا ومع تفتيت الملكية. رحنا احدى هذه القرى وهي قرية نكلة، صورنا من داخلها تحقيق كامل يرصد مشاكل الفلاحين في مصر. للأسف كل ما عرضناه طوال هذا العام من تحقيقات مصورة نزلت بيها انا وفريق البرنامج بنجددها مرة اخرى ونضعها امام اعين المسؤولين. يا ترى في 2015 هننزل تاني بكاميرا مساء الخير نزور نفس الاماكن ونقول نفس المشاكل؟ يعني مفيش ولا حاجة تتحل؟ احنا عرضنا تقريبا 70 قضية في برنامج مساء الخير من خلال التحقيقات الخارجية، في الصناعات، في الزراعة، مشاكل البطالة، في الطاقة، وعرضنا افكار بالصوت والصورة مش انشا. احنا هنا ما كناش بنجيب ناس تتنظم كلام، كنا بننزل بالكاميرا ونقول للناس قدموا لنا افكار نقدمها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عشان نهتم. علشان كده احنا خصصنا هذا الاسبوع، الاسبوع الاخير من برنامج مساء الخير، عشان نعمل حصاد هذا العام ان احنا عملنا ايه احنا كاعلام، وان احنا اهو قبل ما حد يتهمنا بالتقصير او لا، احنا بنعيد وبنذكر ان كاميرا مساء الخير كانت موجودة في كل ارض في مصر. وفي العام الجديد بإذن الله 2015 مش هنسيب شبر فيك يا مصر الا لما هننقل مشاكله وايضا الحلول، بس نتمنى اهتمام المسؤولين. هسيبكم في هذا التحقيق، تحقيق من قرية نكلة نعرض فيها مشاكل الفلاحين، اتفرجوا عليه ونرجع تاني نواصل مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. علمونا في المدارس من غير نقاش أو تفسير إن الهجرة من القرية إلى المدينة مشكلة مصر الكبرى. عشان كده خدنا بعضنا ورحنا نسمع من الفلاحين مشاكلهم وأوجاعهم ونعرف منهم إزاي ممكن تتحل. ومن الطبيعي إنك لما تحب تسمع أوجاع الفلاحين ما ينفعش إنك ما تعديش على الشيخ أمين الديب شاعر الفلاحين، واللي ياما كلماته وجعت مسؤولين وسلطة في البلد دي. أهلا وسهلا. انا سايب الزحمة في القاهرة وجاي اقعد معاك النهاردة علشان انت قاعد لوحدك كده في حتة كده متسلطن فيها. انت تشرفني. انت عارف ان اشعارك في مصر كانت قلبة الدنيا ولا تزال؟ الحمد لله. هي احنا سلاحنا ايه غير كده؟ بس الكلمة حاجة مهمة طبعا. ربنا خلق الكون بكلمة، الكلمة لما تقولها العيان ممكن تشفيه. الكلام ده كله قلناه، حتى يمكن بقول من قلبي بكتب كلمتي، وبحس ان الكلمة طالعة من صميم قلبي امانة في ذمتي، وبحس ان الكلمة ضي كبير منور دنيتي، وان كانت الكلمة تعبر عن ولاد بلدي ودقق فيها قلقة منيتي، قلمي بيكتبها اوام. اهي دي الكلمة. الكلمة هي المروحة للتعبانين العرقانين، الكلمة هي المرتبة للتعبانين الشقيانين، الكلمة دي هي الشفة للعيانين، الكلمة دي هي أنيس الغرب والمتغربين. الكلمة مش قلنا وقالوا إيه وقال، الكلمة مش شتمة بتطلع من لسان، الكلمة مش كلمة نفاق بتمجد السلطان. وإن كانت الكلمة ماهيش خالصة لوجه الواحد الديان، ملعونة دي الكلمة ومقطوع اللسان. قعدة الشيخ أمين ما يتشبعش منها خالص. الراجل بصراحة بيقدر يلخص كل مشاكل الفلاح في كلمتين وبس. بعد ما سمعنا الشيخ أمين أشعار الترحاب وورانا آخر حاجة كتبها عن مشاكل سعيد وأحمد وسلامة، الشيخ أمين خدنا علشان يعرفنا على قريته نكلة ويورينا مشاكل الفلاح على الطبيعة. والله العظيم مهما لفيت مش هتلاقي أحلى ولا أجمل من الريف المصري، رغم المعاناة والصعوبة اللي بيواجهها سكانه، إلا إنهم دايما بيقابلوك بالضحكة الحلوة والوش البشوش، وأول كلمة تيجي على لسانهم اتفضل، ويقسم معاك اللي في إيده حتى لو كان
عيش حاسب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاج نوف، أنت طالع بتاكل ولا إيه؟ أي والله كنت بتغدى. أنت بتغدى؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. بالصحة. الحمد لله. طب قول لي اتفضلوا ولا حاجة، ولا تقول تعالوا اتغدوا معايا. قول لي معاك ده. رغيف عيش من اللي احنا شاريينه بناكلوه. ده هو؟ اه. ده رغيف عيش شاريه؟ اه بربع جنيه الرغيف ده. ده بربع جنيه؟ ده بربع جنيه، الأربعة بالجنيه. ده وريني كده. اتفضل. ده بربع جنيه؟ اه. وما بتخبزش ليه؟ الدقيق غالي. طب ما بتزرعش قمح ليه؟ ما عنديش أرض كتير تقدر تنفع قمح. اه. أرض رملية. اه. أرخص لك بقى تشتري ده؟ لا هو واحد ده زي ده. اه فانت واخدها من قصيرها. آه. وتقول اشتري ده بس بربع جنيه. ده اللي اتقال ده بربع جنيه في سوق السوداء. طب سلام عليكم يا نوف. سلام عليكم. تعالى نغدى سوا. اتغدى سوا ايه؟ رغيف بربع جنيه هيوصل مين ولا مين؟ كويس. خش يا عم اتكل على الله. ربنا يعويك. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضه يعدلها سيدك، إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مادة إيدك. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتوا بتعملوا إيه؟ بتنقوا إيه من الأرض؟ هناك عيش نصيب. هناك هننضفهم ونخمم. هناك صغير. إزيك يا حبيبي؟ هناك الحاج. أهلا وسهلا يا مرحبا. هناك الحاج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هناك حشيش من الخمسة. بتنقوا حشيش؟ أه. من الملوخيه. طب الارض مشققه ليه كده؟ عشان عايز تشرب حتى لها رمل. اولا نيجي جنبكم بتيجي ازاي؟ بمكن رفع ولا بتيجي ازاي؟ مكن رفع ومكن ميه. والمسقه دي مش شغاله؟ مش شغاله. ليه؟ مفيش حد سال فيها خالص، والحكومه مش سائله فيها. سائله فيها. وزي ما انت شايف كده يا عم الحاج، الارض الميه المعين عدمتها. اه. عدمت الارض بقت تكون غير الارض مملحه. والميه المعين دي بتسقي كل قد ايه؟ الترعه مسدوده مفيش حد بيسال فيها، الراي ما بيسالش فيها. طب تعالى هنا وانا كنت جاي كنت سامع صوت مكن هنا. ده صوت مطور، مطور رش. مطور رش؟ اه بترش بالزراعه. انتوا بترشوا؟ اه. بترشوا المبيدات. بترشوا المبيدات عشان الحشرات. جو الندوات بتجيبوها منين بقى؟ مش من الدواء. عند بتاع الدواء مش من الجمعيه؟ كانت الاول بتصرف اسمده ومبيدات. حضرتك دلوقتي النهارده بنستورد الدواء اغلبيه من الهند وايطاليا ماشي واليابان. ماشي. هنا الشركات المصريه اغلبيتها بتضرب الدواء. طب زمان كنتوا بتشتروه ازاي؟ مش من الحكومه والجمعيات؟ كانت الجمعيه بتجيب زمان الاول. اه. دلوقتي بقى اصحاب المحلات هي اللي بتستغل الظروف. اه. وبتستورد بتجيبه من بره وتبقى لنا احنا بضعف الثمن كمان. والبديل كمان. طيب البديل قدامك ان انت بتجيب الدواء مستورد. اكيد لازم. آه. اشتري حاجه نظيف. ما يا استاذ انا عشان اشتري حاجه نظيفه اشتريها مستورده. احنا ولذلك احنا بنطالب بان تفعيل دور الجمعيات التعاونيه من جديد بجمعيه التعاونيه الزراعيه. جمعيه التعاونيه الزراعيه كان لها دور كبير قوي مع الفلاح ده. هي مهمله بقى لها كام سنه؟ بقى لها من اول ما عمل بنك التنميه الزراعي اللي هو حبس الفلاحين. من اول ما عملوا بنك التنميه. تتكلم في ايه 30 سنه؟ بس بقى ما اكتر من 30 سنه. ده من ايام السادات. سنه ما نشوف انت معاك ايه. من ايام السادات. ازيك الاول؟ لا ما اه انا سادات. ليفت. اه ليفت. اه ليفت. اه وقوله بلدي. البلد صغير كده. اه ما هو مستورد. ماله صغير. البذره مستورده؟ اه مستورده. هو احنا ما عندناش بذره مصريه؟ اهي مذكره اهي. يعني دي كلها بذور مستورده؟ آه. انتوا بتزرعوا كلكم ببذور مستورده؟ من ايه؟ العالم اتأذى، عندها فشل الكروي ولا عنده سقوط كروي، ده كله من هيك من العلاج. من البذرة المستوردة؟ من البذرة دي من بره دي. إنما آه. ممكن تاخد ملوخية، تاخد بصل، تاخد ثوم من عمل عيد الفلاح. ناخد البذور المصرية. كوسة وخيار وفلفل. آه. وشطة وكل حاجة، وكابوتشي وكرنب وأرنبيط. كل حاجة البذور بقت مستوردة. كل البذور بتاعتنا احنا كنا بنزرعها. طب احنا فين؟ لا يعني احنا يعني فين البذور المصريه؟ فين المركز القومي للبعوث الزراعيه؟ ما هم بقى بطلوا يزرعوا من بتاعتنا احنا بيجيبوا من بره. المشكله هنا، المشكله عندنا مركز بحوث وما بيشتغلش. تعبتك معايا يا حاج امين. كل سنه وانت طيب ويا رب الخير للبلد. الله يخليك يا حاج امين. انت نورتني. الله يخليك. الله سعيد بانك انتوا زرتونا. ويا رب مشاكل الفلاحين تتحل ان شاء الله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. يلا حلين عارفهم قلتهم. وفي كلام للفلاحين، فلاحتكم ايه يا متعوسين؟
واقفين على باب الكريم مستنظرين مدين ايديكم شحاتين والمسؤولين رايحين جايين بيقولوا بالصوت الحزين لله امريكا غزة للفلاحين. فلاحين ايه يا مسؤولين؟ جدنا الاكبر زرع احسن نبات كان يعجبه، رفض النبات لو كان شيطاني مهما كان بيعيمه صنع الشلوف، والدنيا كل الدنيا تعرف اننا يا فلاحين ابناء حضاره من الوف، لكننا متكتفين بالخوف وبالاوانين. وفي مؤامره ضدنا ما اعرف منين، خلوك بتشتمني انا بتقولي يا فلاح، بتقولي يا ابو الليف، خليتني اكره مينتي، خليتني اخلع هدمتي وطقيتي وبعت ارضي للورش تعملها طول، وركبت عربيه وسمعت كلمات الثناء والمدح فيا، وبقيت من الناس العظام، اجدعها نقطه اخشها تضرب سلام، الحاج زفت الطين وصل بعد الكلام، مفيش محاذر تتعمل والرشوه على قد المقام والاحترام معنى الكلام، هملت ارض وبحتها وفحتها ونسيت زراعه القمح وزراعه الشعير، بعت الجاموسه وبنتها بعت الحمير، بقى عندي ورشه من الحريم وقال كتير، وتقول لنصب اسرتك من بعد ما فات الوقت. بقدر التحية بحضراتكم، وجي معادنا في الفقرة اليومية السابتة وهي الفقرة الطبية. هنتكلم فيها النهاردة عن مرض بيصيب عدد من الأطفال اسمه صعوبة التعلم. للإجابة عن أسئلة هذه الحلقة أو الفقرة بتشرفني فيها دكتورة منى الشيخ أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منورانا وكل سنة وأنت طيبة. ميرسي وحضرتك. وعم سعيد عليك كده يا رب. ربنا يخليك أستاذ. المقصود بصعوبات التعلم؟ هو لو هنتكلم على صعوبات التعلم عندنا مشكلة شوية في المعنى الدارج لها والمعنى العلمي لها. نعم. المعنى الدارج لها كل الناس، أي حد عنده مشكلة في النمر بتاعته، مش ماشي كويس في المدرسة، مش شاطر زي إخواته، بنعتبر آه يا حرام أصلا عنده صعوبات تعلم. دي بقى تندرج علميا كذا فئة اللي هو بنعتبرها صعوبات التحصيل. لو هتكلم علميا صعوبات التحصيل، صعوبات التحصيل فيها صعوبات تعلم، فيها نسبة ذكاء حدية، يعني طفل مش ذكي قوي، لا هو في الذكاء المتوسط ولا هو عنده إعاقة عقلية، فبيبقى اسمها نسبة ذكاء حدية أو بينية، فئة بينية ما بين الإعاقة العقلية والنسبة الذكاء الطبيعية. وفي طبعا الأطفال اللي عندهم فرط حركة ونقص انتباه من كثرة ما هو مش منتبه يبدأ يبقى عنده صعوبة في التحصيل. كل الثلاثة دول بيعتبروا عند الناس كلها اللي هو ده عنده صعوبة في التعلم، ده عنده بطء في التعلم. بس احنا هنتكلم رسمي على صعوبات التعلم. صعوبات التعلم بتصف طفل نسبة ذكائه في المتوسط او اعلى من المتوسط، ومشكلته في مادة معينة، حاجة معينة مش عارف يدرسها، زي مثلا واحد مش عارف يدرس حساب بس مش كويس قوي في العربي والانجليزي والحاجات الباقية. بس ده تقريبا احنا كلنا مرينا بيه في مراحل طفولتنا. يعني مثلا انا ما كنتش احب الرياضيات، هل دي كده تبقى صعوبة التعلم؟ هي دي كل الفكرة، عشان كده محطوط ان هو لازم يكون عنده صعوبة في مادة معينة مع وجود نسبة ذكاء كويسة ومع وجود تعليم كويس، بمعنى ان احنا متأكدين ان الفصل مثلا بتاعه فيه اولاد كتير قوي بينجحوا وهو عنده مشكلة في الماث مثلا، او مشكلة ديسلكسيا عسر القراءة، ده واحد من حاجات صعوبات التعلم. امتى تعتبر مشكله؟ لو احنا يعني ولد شاطر في كل حاجه وبنسقط في الماث، مش بس ان الماده دي انا مش بحبها او انا مش مفضلها. طيب صعوبات التعلم بالمعنى اللي ممكن يفهمه اي مشاهد انها حاجه تتعلق بالذكاء او صعوبات عقليه بمعنى ادق. دي جزء منها اللي هو انا ابني مش بيحصل دراسيا كويس وحاسس ان هو مش بيفهم زي اصحابه، مش بيفهم زي اخوه الكبير، مستوى ادراكه اقل، مستوى ادراكه اقل. دي فئه واحده من اللي احنا بنعتبرها زي اكاديميك ديفيكولتيز او صعوبات تحصيليه، لكن ما تعتبرش صعوبات تعلم. صعوبات التعلم ليها تيرم واضح جدا، يا اما ديسلكسيا اللي هو عسر القراءه، ديسكالكوليا اللي هو عسر الحساب، وديسجرافيا اللي هو واحد بيتكلم كويس جدا على المستوى اللغوي ويجي يكتب
حتى الكلمات البسيطة يغلط فيها في الإملة، فدول اسمهم صعوبات تعلم. الفئة الثانية هو اللي عندهم صعوبة في نسبة الذكاء، دي تعتبر عنده صعوبة في التحصيل الدراسي لكن ما عندوش صعوبة تعلم. والطفل الثالث اللي هو عنده فرط حركة ونقص انتباه، فمن كثرة ما هو قاعد في الفصل بيتشتت وبيسرح وبيتحرك وبيفرك ومش قاعد على بعضه، ما يقدرش يحصل كويس، يجي في الامتحان ينسى سؤالين ثلاثة، يكتب سؤال مكان سؤال، يتشتت في حاجة فيسيب الورقة ويمشي. القصص دي كلها تدي إحساس إنها عنده صعوبة تعلم وهو ما عندوش. طيب بدايات بقى الحلول، وقبل حضرتك ما تكلميني عنها او بدايات العلاج والطب بيتعامل معاها ازاي، في علاقة بين صعوبات التعلم عامة وبين مستوى ذكاء الطفل؟ طبعا صعوبات يعني بتتفاقم مع انخفاض الذكاء بالظبط، عشان بيبقى عندنا تحديين مش تحدي واحد، بيبقى في تحدي ان هو نسبة ذكائه اقل من الطبيعي، او مثلا مش ضروري اقل بمعنى ان هو عنده اعاقة عقلية، احنا بنتكلم دايما اللي هو اقل من المتوسط او الفئة البينية، فنسبة ذكائه قليلة دي محتاجة اعادة كتير عشان يلحق يحصل زي اقرانه، زائد ان عنده صعوبة في التعلم. طب صعوبات التعلم في مصر انا اقدر كده من خلال توصيف حضرتك اطبقها على ملايين من ولادنا، مدرس غير كفء او بيئة او مناخ، الفصل فيه 70 تلميذ والمدرس ما بيعرفش يتجاوب او يشرح، وان الطفل مش قادر ياخد الجرعة المناسبة من التعليم، وبالتالي بتقابله مشكلة في صعوبة التحصيل. بالظبط، وبالتالي بيبقى عنده صعوبة في التحصيل الدراسي لكن ما عندوش مرض صعوبة التعلم، ما عندوش ديسلكسيا مثلا عسر القراءة، ما عندوش ديسجرافيا، لكن هو مشكلته انه لو الطفل ده اتهيأ له مناخ اخر، مدرس بيشرح كويس، فصل الكاباسيتي بتاعته او فصل العدد الطلبة اللي فيه قليل، هيؤدي افضل بكتير من المكان اللي هو فيه. عشان كده نسبة صعوبات التعلم تقريبا نسبة عالمية، يعني لا تتعدى 1-3% من اطفال المدارس، سواء في مصر سواء بره مصر كده. ايضا النسبة تحت المؤشر، يعني داخل المؤشر العالمي، داخل المؤشر العالمي، عشان احنا بنعتمد عشان نقول ان في مرض صعوبة التعلم لازم يكون موجود شرط المدرس الكفء او التعليم الكفء. طيب امتى التفت كولي امر او كأم لمشكلة ابني بيواجهها في التحصيل العلمي خارج البيئة الدراسية، يعني الاحظ عليه ايه؟ خارج البيئة الدراسية هنلاحظ أولا في الحياة العامة، لو احنا بنتكلم على صعوبات التعلم بمعنى صعوبة الفهم أو الإدراك اللي هو نسبة ذكاء أقل من الطبيعي، هلاحظ ان هو اتأخر، لو احنا هنتكلم بيولوجيا اتأخر في المشي شوية عن أقرانه، اتأخر في الكلام شوية عن أقرانه، إدراكه للحاجات اللي حواليه أقل، الفضول بتاعه ان هو يفهم مثلا يسأل أسئلة كتير، أما أقول له الإجابة بتاعت سؤال معين خلاص لقطها وكمل لي في خطوة وراها، دي بتبقى أقل شوية من إخواته ودي بتتلقط بسرعة. لو أنا بتكلم على طفل عنده فرط حركة، الأم بتلاحظه من الأول خالص، ده أنا بقى أقعد أتجنن عشان أفضل أخليه بس يبدأ يذاكر، ده إحنا بنفضل نقعد نلف وراه عشان بس يبدأ، ده الفرط الحركة وقلة الانتباه. بالظبط، ده علاجه بيبقى إيه يا دكتورة؟ ده علاجه بيبقى برضو بيشمل حاجات في الأسرة، لازم نظبط طريقة المذاكرة بتاعته في البيت ازاي، بنظبط في المدرسة يقعد فين، طفل عنده فرط حركة نقص انتباه ما ينفعش أبدا أقعده في الآخر، أقعده جنب الشباك خلاص فصل تماما، أقعده جنب مثلا الباب اللي هو طول النهار حد بيخرج أو يدخل، ففي الفصل لازم يلتزموا بحب التعليمات، في البيت لازم يلتزموا بحب التعليمات، وطبعا لو الشدة بتاعت المرض كبيرة شوية لازم نلجأ لأحيانا علاج دوائي يمسك لنا فرط الحركة ونقص الانتباه لحد ما يكبر شوية. لحد سن كام؟ لحد سن 14 سنة. 14 سنة لازم يكون في تدخل دوائي، ممكن على حسب شدة الحالة، بمعنى احنا اللي بنفكر فيه دايما كلنا وكل أطفالنا بيجي لهم فترة مادة مش حاببها قوي فبيتشتت، مدرس ممل زيادة عن اللزوم فمش حاببها، أو حتى مدرس طيب أو مدرسة مش، فالطالب يأمن ان المدرس ده مش هيعمل لي حاجه خلاص، وبعد البريك ولا اخر حصه في المدرسه اكيد هيفصل ببساطه، يعني مش هيقعد يركز معاه قوي. امتى بقى نتكلم ان لا دي علامات خطر ولازم نركز؟ اما الاقي ان الطفل بدا يتاثر تاثير سلبي، بمعنى لا ده النمر بدات تقع جامد، ده تلات ارباع الوقت طالع من الحصه مثلا وبيتخانقوا معاه، ده كل الناس بتشتكي منه ومش بتشتكي منه في المدرسه بس، ما هو الطفل اللي عنده نسبه ذكاء قليله الناس
هتشتكي منه في المدرسة، بس بنشتكي منه في المدرسة، بنشتكي منه في البيت، المدرب في التمرين بيشتكي منه، الجيران قاعدين بيشتكوا من الحركة بتاعته وعدم الانتباه، مضيع ثلاث ارباع حاجاته، مفيش حاجة بيسيبها في مكان، وناسي ومضيع وناسي، عشان كده بنبدأ ده ليه نسب عالمية؟ نسبته، لا دي نسبته عالية، دي نسبته ما بين 9-10% من أطفال المدارس، من أطفال المدارس. يعني احنا بنتكلم على مرض، هو مرض كده، هو مرض لو في تأثير سلبي عليه، بمعنى عامل لنا يعني إعاقة في دراسة، في الدراسة بتاعته، أو إعاقة في حياته الاجتماعية، أو علاقة إعاقة في وظيفته العادية، طبعا بيعتبر مرض. يعني لازم هفرق بين طفل شقي مجرد شقاوة وبيتشتت عشان هو شقي سنة، وبين طفل عنده مرض الحركة المفرطة ونقص الانتباه. الحركة المفرطة لما تلاقي ابنك عمال يتنطط باستمرار، أو بنت حضرتك، تلاحظي ده، ما تقوليش دي شقاوة. احيانا ده بيكون حالة مرضية يحتاج الذهاب الى الطبيب. طبيب ايه بقى؟ تعتمد امتى بقى ان انا الاقيها بتتحرك زيادة عن اللزوم، لدرجة انها طول النهار الناس بتتخانق معاها، بتنسى حاجات لدرجة ان الناس بتزعل منها، طول النهار مثلا متعاقبة في الفصل، بتتشتت لدرجة انها مش محصلة. يعني قصدي هي حاجات تبان طبيعية، امتى حبدا اقول انها مرضية؟ اما توصل معايا في تأثير سلبي. احنا مش هنقدر نكمل كده، الام بتفقد علاقتها مع اولادها من كتر طول النهار بتتخانق، طول النهار بتزعقله، طول النهار بتزعقله. طب يبقى ده كده مش شقاوة عادية، مش مجرد ولد بيتشتت. بتكلمينا على 10% من اطفال المدارس طبعا، في المدارس. طب تفتكر مدارسنا ملتفتة لهذا المرض؟ في بعض المدارس لا، من عشان ما منعملش. يعني تفتكر ان في ثقافة طبية في مدارسنا انهم يعرفوا عندهم 10%؟ لو مدرسة فيها 2000 طالب يبقى فيه 200 طالب عندهم فرط حركة ونقص انتباه. عندنا الثقافة الطبية دي؟ يعني للأمانة وفي خلال ال5-6 سنين اللي فاتوا بدأت الناس تبقى عندها وعي أكتر لفكرة الحركة المفرطة ونقص الانتباه، وبقت المدرسين ببساطة روحي شوفي ابنك عنده ايه، روحي عرضيه على دكتور. حضرتك كنت بتسألني على أنهي تخصص. طبعا هو دكتور الأطفال هيقدر على الأقل يعرف إذا دي جزئية مرضية أو لا، ودكتور طب نفسي أطفال مراهقين بيقدر يعرفها طبعا. بيستمر مع هذا الطفل أو الطفلة لحد سن البلوغ ويختفي المرض؟ لحد سن البلوغ ويختفي المرض. المرض ممكن يستمر بعد كده؟ يعني في 45% من الأطفال ممكن يستمر، بس بيستمر إزاي؟ مش بيستمر بنفس الشدة، مش هيبقى بقى حركة وكبر بقى، بتهدى شوية القصة، بيبقى بس مجرد فرق أكتر، بتروح بقى قصة الكلام الكتير، ويبدأ بس أحيانا يدي تعليقات خفيفة، يبدأ بس الاندفاع يقل، يعني يقل قوي، ما يبقاش متسرع، بس يبقى دايما عنده عدم صبر، بمعنى ما يستناش كتير، ما يقدرش يستنى دوره بس في حاجات بسيطة. كل ما بيكبر كل ما الموضوع بيتحسن، بيفضل بس عنده الحاجة اللي بتفضل فارقة هي التشتت وعدم الانتباه، بيتشتت أكتر. ده طول عمره؟ ده بيفضل طول عمره، لو كان، عشان بس ما نخوفش الناس، لو كان من 45% اللي بيفضل عندهم المرض، الباقي بيروح من عنده تماما عن سن البلوغ. كلميني حضرتك عن الأخطاء اللي أنا بقع فيها كولي أمر وعندي أولاد في مسألة تحصيلهم. هل فكرة الضغط المستمر عليهم، حل الواجب يا ولد حل يا بنت، وريق الاب والام بينشف، وانا بشوف يعني ام ولادي في البيت ومراتي قاعد طالع عينها مع الولاد، والمشاكل دي يعني بيبقى في جو ما يشبه جو حرب في البيت طوال العام الدراسي داخل كل البيوت المصرية، حتى ان هناك بعض اولياء الامور بيمنعوا التزور في اخر شهرين قبل الامتحانات، وبالذات في الشهادات. في الشهادات ما فيش عندنا ابن في اعدادية لا ابن في ثانوية. الكلام ده صحيح نفسيا؟ لا طبعا، وهي دي يمكن مهمة قوي ان احنا نبدأ نوضح ان احنا ايه اللي يهمنا. طبعا مش هتكلم، كلنا اهل وعندنا اولاد وكلنا نحب النجاح لاولادنا، بس اللي لازم نفرقه كأهل، انا بدور على النجاح في الدراسة ولا النجاح في الحياة عامة؟ الدنيا مش بس مدرسة وأكاديمي وتحصيل أكاديمي بس، الدنيا ثقة، جرأة، قدرة على مساعدة نفسه، قدرة على المثابرة في المشاكل. أما بضغط قوي، لن أقلل من أهمية الدراسة ولن أقلل من أهمية النجاح بتاع المدرسة، بس قلبنا نفسنا زي كيلينج ماشينز، احنا قلبنا نفسنا أدوات لمجرد نضغط على الأولاد عشان حصل أكتر حصل أكتر. طب لازم نكون اولا واقعيين في ان احنا عايزين ايه. انا عايز لابني النجاح وعايز لابني السعاده، ودول مش ضروري يكونوا بس مجرد في الدراسه، لن يقلل ده من اهميه المدرسه، انا لازم هساعده في المدرسه، لكن الفكره كلها كل طفل عن الطفل الاخر بيفرق
يبقى انا اول حاجه مش هقارن بين اولادي، مش اخوك جايب 10 من 10 انت ليه جايب 2 من 10، انت ليه ما مش مذاكر كويس، ليه اخوك مش تعبني كده. طبعا ده كله كلام مش المفروض. طفل الكفاءة والعجز من هو سنه صغير قوي لمجرد ان هو مش قادر، دي امكانياته. فاول طريق لينا هو ان احنا نتقبل اطفالنا زي ما هم، مش بقول نستسلم، بقول نتقبل ان كل واحد ليه عيوبه وليه نقاط القوه عنده او ليه. يعني مش شرط اضغط عليه يجيب لي ال 95% وال 100%. بالظبط، احنا دايما بنفكر ان اعمل احسن ما عندك، احسن ما عندك. انا كأم انا الدليل بتاع ابني، انا عارفه فين نقاط القوه وفين نقاط الضعف، و لازم يذاكر ازاي، دي لازم هنتفق معاه فيها. اعمل احسن ما عندك، مش مشكله ان انت وقعت في امتحان، احنا نعمل اكتر بعد كده، هندور على اختيارات اخرى نقدر نظبطها. لكن في كل الاوضاع المطلوب مني انا هتفق معاه، حتى لو عملنا كل حاجه والولد امكانياته مش جايب غير مستوى متوسط او اقل من المتوسط، هبدا افكر يمكن انت دراسيا مش كويس، بس انت عندك رياضيا رائع، ده انت مبدع في الرسم، ده انت فنان في ذوقك حلو جدا، ده اختيارك لحاجات، ده تبقى مهندس ديكور رائع. ممكن اطلع نقاط، مش كلنا، ما فيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه. والطفل بيستريح قوي اما يطمن ان اهله مش عايزين منه كل حاجه. فيه. انا على سبيل المثال ابني في ثانويه عامه، يعني ما اكيد هيبقى في معسكر، طب اعمل ايه؟ يعني اذا انا حتى ما عملتوش امه هتعمله. ما احنا هنبدا نتفق ان ثانويه عامه هيبقى رائع، ان احنا اول حاجه هنتكلم طول عمرك مثلا انت شاطر، فانا متوقع منك هتبقى بنفس الحكايه. ثانويه عامه دي ايه؟ هي ورقه هدخل بيها للجامعه، يبقى انا اعمل احسن ما عندي في الورقه دي، ده مش امتحان فاصل، ده مش هيحدد حياتك، مش لازم ازود عبء ثانويه عامه بعبء القلق اللي هو جاي له ان هو لازم اتاكد من الامتحان والكلام ده كله. التدريب الزياده ان تمشي على طول، هنتابع كتير، هتقبله زي ما هو ونبدا نرتب الجدول معاه. احنا عندنا مشكله في انهي ماده؟ في ماده كذا وماده كذا وماده كذا. طيب هنبدا نرتب لهم واجبي ان انا اكون الادفوكيت او اكون المساعد بتاع ابني، ان انا هرتب احنا عندنا صعوبات في كده، ايه الامكانيه ان احنا نقدر نحل القصه دي؟ انا هقدر اساعدك في كذا، تقدر تاخد مساعده خارجيه في كذا، نقدر نعمل كذا، عشان ابدا ارتب ايه اللي هقدر اساعده بيه. تاني حاجه اللي طالباه منك تعمل احسن ما عندك، مش ان انت تقفل الامتحان، مش ان انت تجيب ده لن ينفي، ده لن ينفي ان هو يعني اما اقول له انا عايز احسن ما عندك، هو في الامتحان فعلا هيجيب احسن ما عنده، عشان عنصر القلق بتاع انا امتحان سؤال وقع مني هيضيع له الدنيا تماما. طيب هل في علاقه ما بين الوراثه وصعوبات التعلم عامه؟ في علاقه كبيره بين الوراثه وصعوبات التعلم. يعني لو كان الاب عنده صعوبه في التعلم وهو صغير، الابن برضو يعني في الوراثه ممكن تبقى ما بتبقاش، لا ما بتبقاش بالقوه بتاعه ان هو مثلا حاجه زي امراض مثلا الاطفال متلازمه داون والكلام ده كله اللي احنا عارفين الكروموزوم بتاعها، بيبقى في عناصر جينيه موجوده طبعا بتنتقل بالوراثه، بتنتقل بالوراثه بيبقى زياده عليها لو حصل اي مشاكل اثناء الحمل للام، او حصل مشاكل بعد الولاده على طول كزي نقص اكسجين في بعد الولاده، او الطفل دخل حضانه بسبب ارتفاع جامد في نسبه الصفراء والكلام ده كله، كل ده بيأثر على المخ في السن الصغير قوي اللي هو اول شهر شهرين من المخ من النمو بتاعه، فده طبعا ممكن يأثر على الطفل اكتر بكتير من. طيب الغذاء مهم في عمليه التحصيل؟ عامل مساعد، عامل رئيسي؟ الغذاء كل ما هيكون اكل الطفل فيه فيتامينات اكتر، بالذات فيتامين ب، بالذات فوليك اسيد. لا اديني اسماء اكل. اسماء اكل انا هفكر فيتامين ب مثلا موجود كله في البقوليات، القمح، الذره، الفول، كل ده موجود فيه فيتامين ب. مش مضر في التحصيل. بالعكس بالعكس، ده فيتامين مصدر رائع لفيتامين ب. حمض الفوليك اسيد والزنك موجود في كل اللحوم. امال العيال ليه فعلا بتتنح لما بتاكل الفول؟ يقول لك ما تفطرش ابنك فول الصبح مش هيروح يفطر، يعني او ما تفطروش فول وهو رايح بتاع ثانويه عامه. ده افضل افضل حاجه ان احنا نحط الفول او البقوليات، هي عشان بس صعوبه هضمه، لكن هو مصدر رائع للفيتامين. فيتامين ب بالذات يعني القمح والبليله، البليله رائعه، دي كلها ما هو كلهم من البقوليات وكلهم فيهم فيتامين ب.
اما بيتعمل الفول بزيت بذره الكتان عشان اعلى مصدر للاوميجا 3، والاوميجا 3 بتحسن جدا وظائف المخ، هو المصادر النباتيه بتاعتها اللي هي زيت بذره الكتان والمكسرات او من التونه والاسماك اللي هي بذات الاسماك الحمراء. دي كلها وجبات نديها لاولادنا في التحسين. دي كلها نديها لاولادنا انها مصدر رائع من الاوميجا 3، واحماض الاوميجا 3 عامه بتساعد وظائف الجهاز العصبي. انا بشكر حضرتك دكتوره منى الشيخ استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس على تشريف حضرتك لينا النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه وعام سعيد عليك. ربنا يخليك فانا وحضرتك وعام سعيد على كل المصريين. حلقه انتهت معاكم على خير، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله.